أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، حياكم الله جميعا، أهلا بكم إلى برنامج هذا الصباح الذي يأتيكم من الإخبارية الجزائرية على مدار 3 ساعات من الزمن تتابعون فيه اليوم. المستهل، وقفتنا اليوم عند الملتقى الدولي حول أصدقاء الثورة الذي ينظم اليوم وغدا بفندق الأوراسي تحت شعار الثورة الجزائرية، موطن إشعاع للقيم الإنسانية وجسر للصداقة بين الأمم، فرصة للاعتراف بفضل الأصدقاء وحفظ لتراث الثورة الإنسانية في العالم. في شأن آخر، حملة تحسيسية تنظمها الحماية المدنية وتجنبا للحرائق المتزامنة وموسم الحصاد. وفي ركن كيف تنشئ مؤسسة، تواصل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المحاولاتية مرافقتها ودعمها للشباب لتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع وتوفير نظام بيئي يساهم في ديمومة المؤسسات المصغرة. في الصحة، الجمعية الوطنية وين نلقى من حملة افتراضية إلى مبادرة حقيقية تسعى لتنظيم قوافل في كل ربوع الوطن من أجل مساعدة المرضى طبيا واجتماعيا. وفي فضاء الجمعيات، جبال الأطلس البليدي تتحول إلى قبلة للرياضة والتنزه، جولات راجلة وسط الغابات تستهوي العائلات وهواة اكتشاف الطبيعة. أهلا بالجميع، إلى التفاصيل بعد الفاصل. ورقة لأحوال الطقس المرتقبة لنهار اليوم أعدتها الزميلة صابرين أبو زيان. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. تبقى أجواء ربيعية وحارة خلال نهار اليوم على كل المناطق الشمالية الغربية، تبقى رعود موسمية تخص أغلب المناطق الداخلية بالخصوص الوسطى والشرقية، هذا خلال الظهيرة قد تكون مرفوقة ببعض الأمطار المحلية مع أجواء مشمسة بشمال الصحراء بالجنوب الشرقي الجنوب الغربي، كما ستبقى أيضا تنشط بعض الرعود الموسمية بأقصى الجنوب بوسط الصحراء، تكون مرفقة ببعض الأمطار المحلية نحو مرتفعات الهوغار والطاسيلي. الحرارة خلال فجر نهار اليوم كانت معتدلة، أعلى مقياس سجل ب 19 درجة بكل من غليزان وتبسة، بشمال الصحراء 23 درجة بغردايا، 27 درجة كانت كأعلى مقياس جنوبا هذه المرة بمنطقة الواحات. أما خلال ظهيرة اليوم الحرارة القصوى ستشرع في الارتفاع نحو المناطق الغربية، خاصة 38 درجة كأعلى مقياس بغليزان بمعسكر بشلف، هذا تحت الظل، في حدود 32 درجة بوهران بالبيض، تقريبا نفس المقياس تلمسان بقسنطينة وتبسة، 29 درجة بتيزي وزو، ما بين 36 إلى 39 درجة بشمال الصحراء والجنوب الشرقي، ما بين 32 إلى 35 درجة بين مرتفعات الهوغار وتصل إلى غاية جانات، بينما ستتراوح ما بين 40 إلى غاية 42 درجة على كل من تندوف أضرار تميمون لمنيعة إن صالح برج بجي مختار وإنجزام، إذن أجواء حارة بكل هذه المناطق. البحر خلال نهار اليوم سيكون جميل هادئ على كل السواحل، رياح ضعيفة تماما متغيرة الاتجاهات. أما فيما يخص بعض عواصم شمال قارة أمريكا، أمطار مرتقبة خلال نهار اليوم بموريال ب 14 درجة مئوية، أجواء غائمة جزئيا نحو فانكوفر مع 15 درجة، بينما تكون مشمسة على باقي العواصم، 24 درجة بكاليفورنيا ونيويورك، وترتفع إلى 36 درجة بدالاس. أما عن وقت غروب الشمس نهار اليوم على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 7:49. مشاهدينا، أشكركم على حسن المتابعة، يومكم طيب وفي أمان الله. موبيليس قدمت
أعدت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. أهلا بكم من جديد. إذن وقفتنا اليوم عند الملتقى الدولي حول أصدقاء الثورة الذي ينظم اليوم وغدا بفندق الأوراس تحت شعار الثورة الجزائرية موطن إشاع للقيم الإنسانية وجسر للصداقة بين الأمم، فرصة للاعتراف بفضل الأصدقاء وحفظ لتراث الثورة الإنسانية في العالم. للمزيد من التفاصيل أسعد وإياكم مشاهدينا الأفاضل باستقبال البروفيسور حسن مغدوري، أستاذ التعليم العالي بجامعة الجلفة. بروفيسور مغدوري، صباح الخير، شكرا لك على قبول الدعوة. صباح الخير، ومن خلالكم صباح الخير للسادة المشاهدين. أهلا بك بروفيسور. نبدأ معك بالسياق العام الذي يأتي فيه تنظيم هذا الملتقى وما هي أبعاده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الملتقى يأتي طبعا في السياق الاعتيادي للنشاط الذي تقوم به وزارة المجاهدين في تنظيم التظاهرات العلمية، التي طبعا من ورائها نحاول أن نستقطب أكبر عدد من الطاقات في مجال البحث التاريخي للمشاركة في تعزيز الذاكرة الوطنية. فهذا من جهة. من جهة أخرى، هناك رؤية استراتيجية تسعى الدولة الجزائرية اليوم إلى السير في طريقها، تتعلق في الاستثمار فيما يسمى اليوم برأس المال الثقافي. بمعناه نحاول أننا نستثمر في مخزون الرصيد الحضاري للدولة الجزائرية، ولا سيما فترة الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر. فالثورة الجزائرية كما هو معلوم كان لها حضور على الصعيد الإقليمي، على الصعيد القاري، على الصعيد العالمي، وكانت لها مساهمة أيضا في إعطاء دفعة لتصفية الاستعمار وتقوية الاستعمار في العالم. ولذلك فهذا الملتقى أصدقاء الثورة يحاول أن يستردد إذا شئنا الصورة التي عاشتها الجزائر في الفترة ما بين 1954-1962 من خلال العلاقات التي تمكنت من نسجها على مستوى العالم كله، سواء في إطار القنوات الفردية أو في إطار قنوات المجموعات أو في إطار التنظيمات أو في إطار الحكومة أيضا. فإذا هذا الملتقى يندرج ضمن محاولة إعادة الاعتبار لهذا التراث ولهذه التجربة، وبالإضافة إلى إعادة الاعتبار لهؤلاء الذين كذلك وقفوا وقفة رجال أحرار مع الثورة الجزائرية. فإذا هذا الملتقى كذلك حدد جملة من المحاور التي ستكون محل نقاش في هذين اليومين. محور يتعلق بمحاولة الوقوف عند القيم التي حملتها الثورة الجزائرية، لأن هذا هو المهم. فالثورة الجزائرية تمكنت إذا شئنا من اقتحام ومن اختراق هذا العالم من خلال هذه الأفكار السامية، الأفكار التي اهتمت بالإنسان من حيث أنه كرامة. وهذا الذي استفز تقريبا عقول الأحرار بمختلف المراكز والمستويات وفي جميع القطاعات. أصدقاء الثورة كانوا أفرادا وكانوا جماعات وكانوا تنظيمات وكانوا أحزاب وكانوا حكومات وكانوا حتى دول. والقوة الثورة الجزائرية هو في محتوى هذه القيم التي كانت تسعى إلى تكريس مبادئ العدل والحرية والإنسانية. وهذا طبعا ليس غريب يعني في تاريخنا، فيمكن العودة فقط في تاريخ المقاومة إلى الدور الذي قام به الأمير عبد القادر في هذا السياق، فهو أول من أعطى معنى للبعد الإنساني بالنسبة لعمق الحضارة الجزائرية. فأزمة دمشق المعروفة في عام 1860 حينما تدخل الأمير عبد القادر من أجل فض النزاع، مع ما كان مثقلا يعني مع ما كان يحمله من أثقال بالنسبة للتجربة الاستعمارية والخيانة والغدر إلى غير ذلك، ولكن حينما تعلق الأمر بمسائل قيمية تتعلق باحترام كرامة الإنسان وحماية الإنسان والوقوف مع قضايا العادلة، وقف إلى جانب المسيحيين وأنقذ وقت ذاك 1200 من المسيحيين. فهذا هو مخزون تراثنا، وهذا الذي حاولت أو قامت الثورة الجزائرية مرة أخرى
بتفعيله، وهو الذي تجلى من خلال بيان أول نوفمبر. فبيان أول نوفمبر يعني كان يحمل عبارات صريحة بأنه سيتعامل مع جميع الأمم، وأنه سيدعم الإنسان من حيث أنه إنسان دون تمييز عرقي أو ديني. فهذه الأفكار نحاول اليوم أن نعيدها لساحة النقاش وإلى الواجهة، وأيضا من أجل أن نقرب الأجيال ونحاول أن نخلق حلقة ربط بين الجيل، جيل الثورة وجيل ما بعد الثورة وهذا الجيل اليوم. وإذا شئت ف الأهداف التي يتوخاها الملتقى كذلك هو محاولة تفعيل هذه القيم مرة أخرى، ومحاولة إعادة بعث هذه العلاقات مع كل شعوب ودول العالم، لا سيما وأن اليوم أمام هذا التطور التكنولوجي ووسائط التواصل الاجتماعي، فعلينا أن ننطلق دوما من مخزون ومن رصيد، ونحاول أن نستثمر فيه في إطار تعزيز العلاقات، و أيضا في اتجاه دفع الجزائريين حتى المتواجدين عبر كل دول العالم. نعم، لأن هؤلاء الجزائريون الذين كانوا متواجدين في مرحلة تاريخية معينة عبر العالم قاموا بهذه الأدوار في نسج هذه العلاقات. صحيح. في إطار الالتفاف حول المشروع الوطني. جيد. بروفيسور مغدوري، كما تفضلت ظلت القضية الجزائرية من أعدل القضايا العالمية بدليل الدعم القوي والشعارات التي تبناها كل هؤلاء الأحرار الذين ساندوا ثورتنا. دعنا نقف عند من هؤلاء الأحرار، من كانت جنسياتهم وانتماءاتهم، يعني وما الدوافع التي كانت وراء التفافهم حول قضيتنا؟ شكرا. الثورة الجزائرية استقطبت كل أحرار العالم من مختلف القارات الخمس. طبعا في العالم العربي شيء طبيعي، لأن العالم العربي يمثل عمق بالنسبة للجزائر، هو العمق الحضاري بالنسبة للجزائر. فالإخوة العرب والأشقاء العرب وقفوا إلى جانب القضية الجزائرية باعتبارها جزء من قضيتهم الأساسية، وهي القضية العربية الإسلامية. أيضا العالم الإسلامي، إفريقيا، آسيا، أوروبا، أمريكا، يعني كل قارات العالم سجلنا فيها دعم للقضية الجزائرية. هؤلاء الذين دعموا القضية الجزائرية كانوا من مشارب مختلفة، ومن جنسيات مختلفة، ومن أعراق مختلفة، ومن ثقافات مختلفة. بمعناه ما جمعهم بالثورة الجزائرية هو فقط الإنسان، هو فكرة الإنسان من حيث أنه كرامة. صحيح. وطبعا المعروف أن جميع الشرائع سواء السماوية أو الفلسفات كلها جاءت من أجل هذا الهدف، يعني الغاية التي ينشدها الإنسان العاقل والنفس السليمة هو أنها تحمي هذا الإنسان، تحمي كرامة هذا الإنسان. فهناك مفكرون، وهناك مثقفون، وهناك إعلاميون، وهناك عسكريون، وهناك عمال، وهناك نقابيون، بمعنى من مختلف التخصصات ومن مختلف المجالات ومن مختلف المشارب الفكرية، كان هناك التفاف حول هذه القيم التي دعت إليها الثورة الجزائرية. أيضا لا ننسى أن الثورة الجزائرية كانت تقوم بمشروع صحيح يخص الشعب الجزائري، ولكن بمشروع يحاول أن يضعضع النظام الاستعماري في العالم. لماذا؟ لأن هذا النظام الاستعماري استطاع أن يضع هيكلا هرميا تتربع عليه أقلية عنصرية، وتزرع العنصرية في مستويات هذا الهيكل، تزرع العنصرية بالعنف. نعم. وطبعا في المقابل اعتبرت جميع الفعل الإنساني الآخر هو فعلا خاملا يفتقد لمبررات الوجود. ومثل ما ذكر جون بول سارتر، يعني جون بول سارتر هو من الشخصيات كذلك التي أعطت دعما للثورة الجزائرية. نعم. وبدأ يكتب في الجريدة التي أسسها ما يعرف بالطو مودرن، الأزمنة الحديثة، جريدة الأزمنة الحديثة، يعني تكلم عن أن الجزائر ليست هي فرنسا، وتحدث عن الاستعمار بأنه نسق، وبأن هؤلاء الجزائريين يحاولون تدمير هذا النسق، هذا النسق الذي انطلق من فلسفة عنصرية، بحيث كان يعتبر بأن هناك سلما تصاعديا للأجناس،
وبأن هذا الإنسان البيض أو الإنسان الأوروبي كان يمثل جنس الأرقاء. فالثورة الجزائرية جاءت من أجل أن تحطم هذه الفكرة التي حطمت الشعوب، وبالتالي كانت محل إعجاب وكانت محل احترام وتقدير، ووصلت أنها دفعت بكثير من تلك الشخصيات إلى أن تجازف وتغامر وتحامر بحياتها، ومنهم من استشهد كذلك في الميدان في سبيل هذه القضية العادلة. فإذا هذا مهم كرصيد بالنسبة للجزائر وبالنسبة للشعب الجزائري الذي يحاول اليوم أن يعود إلى 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 الواجهة في إطار علاقاته مع الشعوب وعلاقاته مع الحكومات، وهذا مهم جدا، لأن نحن اليوم أمام حرب من نوع جديد. نعم. الحرب التي تحاول الاستلاب والحرب التي تحاول اختراق ثقافات الشعوب. فإذا نحن بحاجة ماسة إلى إعادة بحث النقاش حول هذه المسائل وحول هذه هذا الرصيد، لأنه كان فعالا في وقته، وربما أغفلنا عنه لمرحلة زمنية، ولكن اليوم حان الوقت خاصة مع قوافل الشباب الآن اللي تشتغل في مجال الدراسات التاريخية. لما لا، سيكون مشروع التنمية في المستقبل هو محاولة إعادة الاعتبار لهذا المخزون، طبعا من أجل تفعيله ومن أجل صياغة وبلورة توجه جديد يمكن من خلاله أن نعيد أو أن نعيد دور الجزائر الذي كانت عليه في الماضي. لأنه على سبيل المثال شبكة جونسون اللي كان يقودها جونسون وحدها فقط انخرط فيها ما بين 2000 إلى 3000 رجل، هؤلاء كلهم كانوا أصدقاء بالنسبة لثورة الجزائر. نعم. هذا الكتاب الذي بين يدي وهو واحد فقط من الكتابات التي أشرفت عليها وزارة المجاهدين، على طبعها وزارة المجاهدين، يضم تقريبا مئات إن لم أقل آلاف من الأسماء من مختلف التنظيمات من مختلف المشارب الفكرية، كلهم كانت لهم مساهمة ودعم لثورة الجزائرية. هذا شيء يعني يبعث فينا الفخر والاعتزاز، ويبعث كذلك فينا مرة أخرى الالتزام بالمسؤولية حيال هؤلاء الذين وقفوا إلى جانب الجزائر، فهم كذلك يستحقون التكريم. صحيح. لأنه إذا كان الإنسانية قد جمعتنا بالأمس ووقفوا موقفا مشرفا وقاموا بالتزامهم التاريخي، فاليوم يستحقون كل التكريم. وأعتقد أن هذا الملتقى هو محطة من محطات الذاكرة، هو محطة من محطات الذاكرة التي من خلالها يجدد هؤلاء عهدهم بهذه القيم، ونجدد كذلك نحن عهدنا بالإخلاص لهم والوفاء لهم، وهم يستحقون منا كل الاحترام والتقدير. صحيح. بروفيسور مغدوري، بعد كل ما تفضلت به يعني تأكيد على أنه العمق الذي حملته الثورة المباركة وما استقطب لها تعاطف الكثيرين من أحرار العالم، يجب أن يكون هذا الملتقى كما قلت محطة من الذاكرة للتأكيد على أنه احنا الجزائر في وقت مضى استطاعت أن تنسج علاقات مع العالم بقناعة الثورة. شكرا. قلت هذا الملتقى يأتي من أجل إعادة بعث مرة أخرى هذا الرصيد وإعادته إلى الواجهة، من أجل أن تستلهم منه الأجيال الحاضرة أن هذه الجزائر عريقة، وأن دورها كان فاعلا ومساهمتها كانت فاعلة، ليس فقط في الجزائر ولكن في العالم كله. والجزائر كانت تحظى باحترام وتقدير كبير من قبل الشخصيات، أقول الشخصيات العالمية التي كان لها بصمة إذا شئنا في هندسة النظام الأخلاقي. نعم. هندسة النظام الأخلاقي العالمي. بالأمس فقط كان هناك الحديث حول مرجعيات القانون الدولي الإنساني، وكيف أن الأمير عبد القادر كان أول من أرسى قواعد هذا القانون الدولي الإنساني في إطار المراسلات الأولى حول الأسرى التي جمعته. نعم. سنة 1841 مع ليفاك القس ديبوش، واللي من خلالها يعني أعطى مثالا أستطيع أن أقول أسطوريا في الالتزام باحترام الإنسان كإنسان،
وأطلق الأسرى. كذلك الثورة الجزائرية كانت لها هذه القيم في إطار الدفاع عن الجزائر. على سبيل المثال نيلسون مانديلا حينما زار الجزائريين في المغرب الأقصى في أول معسكر كان يحاول أن يأخذ فكرة عن ما هو الأسلوب الذي يعتمده هؤلاء في محاولة لتحرير بلدانهم. فأقنعه الجزائريون بأن هذا الاستعمار استخدم فلسفة العنف في سبيل تثبيت نظامه، ولذلك فالعنف الذي استخدمه الجزائريون لم يكن عنفا ضد الإنسانية أو ضد الشعوب، ولكن ضد الظلم، وإنما كان ضد الظلم وضد تلك الفئة التي حاولت أن تفرض هذا النظام، والتي بطبيعة الحال جنت على حقوق شعوب لفترة زمنية طويلة. فإذا قلت نحن اليوم بحاجة ماسة إلى إعادة الاعتبار لمخزوننا الحضاري، وعلينا أن نستلهم من هذا الرصيد حتى نبلور أفكار نستطيع أن نتجه نحو المستقبل، وكلنا فخر واعتزاز. باعتبار أنه النجاح سواء بالنسبة للإنسان أو بالنسبة لأي كائن يتوقف على مقدار ما يكتنزه من تجربة. والحمد لله أن الجزائر يعني لها رصيد، يبقى فقط أننا نبحث ونستكشف في هذا الرصيد ونعاود مرة أخرى بعثه من جديد. على ذكر كذلك بروفيسور مغدوري، يعني كيف يجب أن ينعكس اليوم الخطاب التاريخي والإعلام الوطني الذي يجب أن يحمل رؤية جديدة استنادا للوقع العظيم للثورة المباركة والتي كانت ملحمة في تاريخ مناهضة الاستعمار؟ شكرا. كنت تحدثت مرة حول الخطاب التاريخي الذي يسعى اليوم إلى أنه يتغذى من وعاء مصطلحات التاريخ الوطني، ولكن لابد أن هذا النوع من الخطاب لابد أن يدرج في الخطاب الإعلامي، لأن الخطاب الإعلامي كذلك يتحمل دور ويتحمل مسؤولية في آن واحد في أنه يكرس خطابا يعيد الاعتبار إلى المجهود الحضاري وإلى المساهمة الحضارية التي قام بها الجزائريون عبر التاريخ، وحتى على مستوى المضمون الفلسفي، أقول حتى على مستوى المضمون الفلسفي في الطرح. أرى أنه في كثير من الأحيان إذا شئنا أن تاريخ الجزائر يطرح في إطار معادلة القاطرة والعربة، وفي كل مرة تقريبا تقدم الجزائر على أنها هي التي تمثل العربة، علما أن الجزائر في كثير من محطات التاريخ كانت هي التي تمثل القاطرة. القاطرة بالنسبة للمشروع الوطني، ومن خلال المشروع الوطني القاطرة لكثير من القضايا والمشاريع الخاصة بشعوب ودول العالم. هذا مهم جدا، وطبعا قد تكون لنا فرصة للحديث يعني عن الجوانب التفصيلية في هذا الموضوع لأنه واسع، فقط نحاول أننا نقدم الفكرة الرئيسية أن هذا الخطاب قلت لا بد أن يتبنى فلسفة صحيحة تنسجم مع المسار الصحيح للجزائر ومساهمتها في الفعل الإنساني وفي الحضارة الإنسانية، من منطلق اعتزاز وفخر بما قدمناه في تاريخنا. نعم، اعتزاز، لا، ما أقصده أنه يجب أن نبرز دور الجزائر كقاطرة وليس صحيح. كعربة تابعة. لأنه في كثير من الأحيان حينما نتحدث أننا نحن ركبنا تيار الآخر، في حين أن الآخر هو الذي كان في كثير من المرات تابعا للجزائر في قيمها، لأنها كانت فعلا تحمل أفكارا نضالية، وكانت تحمل أفكارا خلاقة، وكانت تحمل مقترحات قوية، لذلك فكانت الجزائر هي القاطرة بالنسبة لكثير من شعوب العالم، وهذا الدور الذي ينبغي أن يعود، هذه الفكرة. الشعب الجزائري شعب يحب الانتصارات، صحيح، في عقيدته، لا يرضى بالقليل ويحب المشاريع الكبرى، وهذا هو التاريخ، هذا هو التاريخ، وهذا الذي يجب أن نستكشفه ويجب أن نعيده إلى الأذهان.
جيد بروفيسور مغدوري، كل هذه القيم اليوم يعني تندرج حتى ضمن أهداف الملتقى، وهو تأسيس لانخراط الجيل الجديد في تفعيل تجربة أصدقاء الثورة وإعادة تشكيل الإطار التضامني الداعم لتطلعات وحكومة وطموحات الدولة الجزائرية. كيف يمكن أن يكون ذلك برأيك؟ طبعا البداية في أي مشروع هو طرح الفكرة، طرح الفكرة أول نقاش العام، وحينما تتبلور هذه الفكرة حين ذاك ننطلق إلى الجزء الثاني، وهو ما يسمى بتجسيد الفكرة. نعم. فالعبقرية أولا أن تطرح الفكرة، وقمة العبقرية أن تجسد هذه الفكرة. فإذا نحن الآن بصدد محاولة بعث نقاش. نعم. حول المخزون الحضاري للجزائر، طبعا انطلاقا من الثورة التحريرية في هذه المحطة، ولكن هناك محطات كثيرة، فالملتقيات سوف لن تتوقف عند هذا الحد، فهي مفتوحة وستناقش قضايا متعددة ومختلفة. المهم أننا نحدد معالم الطريق. نعم. نحدد معالم الطريق ضمن مراجعة الذات واستغلال الرصيد الحضاري والمساهمة الجزائرية في العالم. ويبقى طبعا على الأجيال أنها حينما تتبلور الأفكار وتستقر القناعات، حين ذاك ستكون ثمة مبادرات، كل في مجاله وكل في اختصاصه، وكل سيقدم ربما ما لا يمكن أن نتصوره. وهذا هو الذي وقع حتى في ثورة نوفمبر 1954، يعني حينما قال ابن مهيد العربي بن مهيدي رحمه الله: ألقوا بالثورة إلى الشارع. فهو قد جاء بالفكرة وطرح الفكرة، لكن في نهاية المطاف وجدنا انخراط الشعب الجزائري بجميع مستوياته. نعم. حتى الصبيان، حتى الأطفال كانت لهم مشاركة فعالة في هذه الثورة، وهم صناع مجد الجزائر. جيد، أشكرك جزيلا البروفيسور حسن مغدوري، أستاذ التعليم العالي بجامعة الجلفة، على كرم الحضور وعلى كل هذه المعطيات القيمة، وموفقون في تظاهرة اليوم. شكرا جزيلا وبالتوفيق الجميع. شكرا لك. مشاهدينا إلى فاصل، نتواصل بعده. أهلا بكم مجددا. إذا ملتقى دولي ينظم اليوم وغدا حول أصدقاء الثورة، ينظم بفندق الأوراسي تحت شعار الثورة الجزائرية موطن إشاع للقيم الإنسانية وجسر للصداقة بين الأمم، فرصة للاعتراف بفضل الأصدقاء وحفظ لتراث الثورة الإنساني في العالم. للمزيد أيضا من الاستفاضة نربط الاتصال الهاتفي مع الدكتور عبد الرحمن تونسي، أستاذ مختص في التاريخ المعاصر جامعة الشهيد جلالي بن عامة بخميس مليانة. دكتور تونسي صباح الخير، شكرا لك على قبول الدعوة. صباح النور، شكرا للاستضافة. أهلا بك دكتور تونسي. الحدث اليوم، هذا الملتقى الذي يعيد الاعتبار لأصدقاء الثورة الجزائريين الذين كانوا سندا آخرا لقضيتنا في وقت سابق، اليوم علينا رد الجميل ورد الاعتبار لهؤلاء. لو تسرد لنا من فضلك دكتور تونسي بعض النماذج المشرفة لإسهامات بعض أصدقاء الثورة الجزائرية في وقت سابق.
شكرا جزيلا على تناولكم مثل هذا الموضوع القيم، كذلك الشكر الجزيل للدولة الجزائرية المتمثلة في وزارة المجاهدين ووزارة الخارجية التي تكفلت بإعادة الاعتبار لهذه الفئة التي ربما نقول قد غيبت لفترة طويلة، رغم أن كان لها دور كبير في خدمة الثورة التحريرية خاصة، وقد أشار لهذه الأمور بيان أول نوفمبر، قد أشار لهذه الأمور أن الثورة الجزائرية ثورة إنسانية ولا يعني لها أبعاد عالمية وإنسانية، وبالتالي استغلت الثورة الجزائرية هذه الفئة من أصدقاء الثورة والإنسانيين الذين آمنوا بحق الجزائريين في الاستقلال والحرية وفي العيش في حياة حرة مستقلة، وبالتالي كانت المساعدات يعني غير متوقعة، يعني رغم أنه بعض المصادر تذكر 250 صديق للثورة، إلا أننا بعد الاطلاع على الوثائق الأرشيفية رغم محاولة استعمار فرنسي وحتى بقيادة ديغول تغييب هذه الوثائق الأرشيفية، حيث قامت المصالح الاستخباراتية الفرنسية بطمس الوثائق التي تتعلق بهذه الفئة التي ساعدت الثورة، خاصة بما يسمى بمشروع أرما للقضاء على الذين ساعدوا الثورة في تزويدها بالأسلحة، ومشروع أومو بتصفية هؤلاء الأشخاص الذين ساعدوا الثورة، وبالتالي الناس مثل هؤلاء الذين ساعدوا الثورة حتى بتقديم أرواحهم يجب إعادة الاعتبار لهم، وبالتالي أصدقاء الثورة كانوا كثر، كانت كل دول من أوروبا إلى المشرق العربي إلى آسيا، إذا أقول آسيا كان أصدقاء الثورة بقوة موجودين في دولة ربما ننسى أن نذكرها في تاريخ الثورة هي اليابان، اليابان كانت لها يعني قوة كبيرة أو جماعة مهمة في تدعيم الثورة التحريرية، ويسمى أصدقاء الثورة اليابانيين منهم نوكوياما يوتسونوميا، هذا الذي تولى رئاسة الجمعية اليابانية الجزائرية والصديق الحميم من الجزائر، والذي أشاد بخساره كثيرا السيد عبد الرحمن كيوان رحمه الله في كتابه بداية دبلوماسية حرب 1962، حيث عبر عن دور هذا الشخصية، كذلك شخصية الصحافي الياباني تانيغوشي سومو الذي كذلك قدم مقالات أو مقالين هامين عن الثورة، وأشاد بثورة الجزائر يعني ثورة أحرار وستة ثورة متمردين، ويجرون كلام كذلك عن أوروبا الشرقية والدور ما يسمى بيوغوسلافيا التي ساعدت الجزائر منذ مؤتمر باندونغ 1955 إلى كل المؤتمرات الأفرو أسيوية والمؤتمرات العدم الانحياز، سواء بالدعم اللوجستي أو الدعم السياسي والمعنوي، كذلك الدعم العسكري أو الدعم بالأسلحة عن طريق تزويد بسفن التي كان يقودها يوغوسلاف مثل سفن دينا التي كان يقودها يعني قائد يوغوسلافي، إضافة إلى أصدقاء الثورة من الإيطاليين الذين كان لهم دور كبير في تكوين الجزائريين الذين كانوا أو قادة الثورة الذين كانوا في شاركوا في اتفاقية فيان وتفطنوا لخدع الاستعمار الفرنسي في تلك الاتفاقيات، خاصة ما يخص الطاقة البترولية، من بينهم أوريكو ماتي الذي عين عام 1960 مسؤولا على مرصد إيطالي يتشكل من فرق لشركة إيني، هذا الذي ساعد كثيرا المفاوض الجزائري في اتفاقية فيان، ناهيك عن كذلك أصدقاء الثورة من السويسريين الذين لعبوا دورا كبيرا في دعم الثورة الجزائرية، خاصة لجنة العمل والإعلام للجزائر 1959-1960، هذه كذلك لها دور كبير في الجانب الإعلامي، ناهيك عن دور كذلك أصدقاء الثورة من الهولنديين الذين أظهروا إشهارا خاصا بدعم الثورة الجزائرية خلال جويليا 1960، طبعا كذلك أصدقاء الثورة من السويسريين والهولنديين، نجد كذلك أصدقاء الثورة في النمسا وعلى رأسهم نستطيع أن نقول المجاهد ريمار هولي زنجر الذي كان له دور كبير في أو الذي اتخذ اسما السي عبد الرحمن، بالتالي هنا يعني شيء عظيم الذي يعود له الفضل مع النمساويين الآخرين في التعريف بالقضية الجزائرية على المستوى الشعبي في النمسا. ولا ننسى دكتور تونسي ولا ننسى أصدقاء الثورة الذين لعبوا دورا كبيرا في توثيق الأحداث التي جرت في الجزائر، على ذكر الإيطاليين الذين صوروا جانبا من مظاهرات 11 ديسمبر 1960، وبعثوا برسالة للعالم أثبتت همجية هذا المستعمر. يعني العديد من هؤلاء دكتور تونسي
قاموا بأدوار ربما تمظهرت في الأفق، ولكن هناك أيضا من قام بأدوار يعني يذكرها التاريخ، دعموا الثورة بأشكال مختلفة كمعارض كتبرعات مختلفة. نعم شكرا. طبعا سنتطرق الى هذا ما بعد، لكن نركز على الدور الالماني، دور اصدقاء الثوره من المانيا سواء دعم مادي او مالي او خاصه من الاسلحه. لذلك تعرضت المدن الالمانيه لتفجيرات اليد الحمراء التي كانت تستغلها الدوله الفرنسيه لاغتيال وتفجير او اغتيال كل من دعم الثوره باسلحه، وتوصل الامر كذلك الى تفجيرات ضد اصدقاء الثوره، حتى الفرنسيين الاعلاميين والصحفيين والذين اسسوا جمعيات صحفيه تدعم في قلب باريس وخاصه في منطقه ليون تدعم الثوره الجزائريه، وكان من ابرز الذين دعموا الثوره خاصه في فرنسا كلود بوردي وجين مارتيني. هذه يعني كلهم يعني خاصه روجي ستيفان الذي اشتهر كصحفي في مجله فرانس اوبزرفاتير، وهيرفي بورج وجورج سوفار ومن جريدة تيموانياج كريتيان، إضافة إلى عائلة جونسون التي كانت شكلت دور صحفي كذا شكلت شبكة لدعم الثورة. ولا ننسى دور رجال الدين خاصة الذين اعتقلوا منهم من حكموا، وكان لهم دور كبير في التنديد بالتعذيب الذي تعرض له الجزائريون. وسئل احدهم وهو اب كريتير لماذا لم يسلم نفسه للشرطه الفرنسيه وسلم نفسه للقضاء، فقال كيف اسلم نفسي لشرطه تعذب الجزائريين شر عذاب. ومن هنا نستطيع ان نقول لها يعني الاصدقاء الثوره الجزائريه كانوا كثر، ولكن لا ننسى ان نبرز دور اصدقاء الثوره من التونسيين والمغاربه وحتى في العربية السعودية الذين أبلوا بلاء حسنا في الإعلان أو إشهار للقضية الجزائرية في الأمم المتحدة. جيد دكتور سنوسي، الثورة الجزائرية يعني هناك عمق كبير طبع هذه الثورة المباركة، من حيث أنها قدمت تضحيات جسام من أجل احترام كرامة الإنسان، هذه القيم المتأصلة فينا حتى من قبل الثورة التحريرية المباركة. اليوم من خلال هذا الملتقى كيف يجب علينا أن نؤكد أن الجزائر استطاعت خلال فترة خلت من الزمن ربط علاقات مع العالم بقناعة الثورة في وقت كنا فيه محاصرين ومبادين من طرف الاستعمار الغاشم، وكيف يجب التأكيد أنه لدينا من القيم ما كان جليا في بيان أول نوفمبر وفي المواثيق اللاحقة ما يؤكد أن الجزائر حقيقة هي قبلة أو موطن إشاعة للقيم الإنسانية. شكرا الوجيه، خاصة أن بين أول نوفمبر كان واضحا في هذا الأمر أنها ثورة إنسانية ثورة شعبية ديمقراطية، وبالتالي كان الموثق الجزائري أو المشرع الجزائري سواء في بين أول نوفمبر أو في مؤتمر الصومال وحتى في المواثيق المستقبلية أعطى قيمة كبيرة للجانب الإنساني وفتح أبوابه حتى للاجئين الذين كانوا مضطهدين في إطار حركات التحرر. يعني رد الجميل بما أننا كنا مررنا بنفس المخاطر نفس الدرس، وبالتالي الجزائر كانت قبلة للثوار مثل ما قيل عنها، كذلك قبلة للأعمال الإنسانية، وهذا باعتراف حتى الصحافة الفرنسية لا ديفونس الفرنسية التي ذكرت الجانب الإنساني في جبهة التحرير وجيش التحرير الوطني حينما اعتقل مجموعة من الأسرى وعمل معاملة حسنة إنسانية وسلمهم للصليب الأحمر في الحدود التونسية الجزائرية، وكان ذلك يعني نقطة إيجابية للثورة الجزائرية ونقطة سلبية بالنسبة للاستعمار الفرنسي الذي قتل الكثير من الأسرى الجزائريين في سجونه. جيد دكتور تونسي، من بين أهداف الملتقى التأسيس لانخراط الأجيال الجديدة في تفعيل تجربة أصدقاء الثورة وإعادة تشكيل الإطار التضامني الداعم لتطلعات وطموحات الدولة الجزائرية، كيف يمكن ذلك برأيك؟ طبعا بالنسبه لاصدقاء الثوره خلال الثوره كانت يعني كانوا رغم الظروف رغم ما فعلته بهم اليد الحمراء من اغتيالات كانوا قوه
ضد الاستعمار الفرنسي، وبالتالي نتمنى ان تبقى تلك القوه او تلك الروح التي كانت خلال الثوره في شباب ما بعد الاستقلال، في شبابنا، فينا نحن، فيما يلينا ان شاء الله من الشباب الواعي بضروره ربط علاقات انسانيه وطيده، طبعا اولا للحفاظ على الوحده الوطنيه، طبعا كذلك لرد الجميل لمن خدموا الجزائر، يعني يقدموا ارواحهم سواء حكم عليهم بالاعدام او محاوله اغتيال او اغتيلوا مثل ما حدث لذلك الالماني الذي كان يزود الثوره الجزائريه بالاسلحه رغم تهديدات اليد الحمراء رغم محاوله اغتيال، الا انه تمنى ان تنتصر الجزائر وان يعيش في الجزائر. تخيل الماني يريد ان هو بوتشر الذي قتل في فرانكفورت بعد تفجير سيارته، لكنه ترك وصيه ان يدفن في الجزائر، وبالتالي من تمنى ان يدفن في الجزائر؟ فكيف بنا نحن ابناء الجزائر ان يجب علينا ان نحافظ على هذه اللحمه؟ كذلك يجب ان لا ننكر جميل من قدم لنا خدمات جديده، وبالتالي هنا ياتي دور الجامعه الجزائريه التي نتمنى في المره القادمه ان تحضر الى جانب وزاره المجاهدين وزاره الخارجيه في مثل هذه اللقاءات القيمه الهادفه التي ستكون جيلا يؤمن بمبادئ الثوره التحريريه، مبادئ التي تركها بيان اول نوفمبر. جيد، أشكرك جزيلا دكتور عبد الرحمن تونسي، أستاذ مختص في التاريخ المعاصر جامعة الشهيد جلال بن عامة من خميس مليانة، على هذه المداخلة القيمة. ونذكر مشاهدينا الأفاضل بهذا الملتقى الدولي الذي ينظم اليوم وغدا بفندق الأوراسي حول أصدقاء الثورة الجزائرية تحت شعار الثورة الجزائرية موطن إشاع للقيم الإنسانية وجسر للصداقة بين الأمم، اعتراف بفضل الأصدقاء وحفظ لتراث الثورة الإنساني في العالم. الآن إلى شأن آخر، حملة تحسيسية تنظمها الحماية المدنية تجنبا للحرائق المتزامنة وموسم الحصاد، نتابع هذا التقرير لزميل أمين شقبقب. توعية الفلاحين والمستثمرين من خطر الحرائق وما تخلفه من خسائر وأضرار بالغة هو ما تسعى إليه الحماية المدنية بغردايا رفقة شركائها تزامنا وموسم الحصاد والدرس. الهدف من هذه القافلة هي توعية الفلاحين بتوعية بخطر هذا الخطر الحرائق وكيفية تفاديها وضرورة المطفاء، أيضا ضرورة توفير صهاريج مياه للتدخل. أيضا المديرية العامة ومديرية الحماية المدنية وفرت في كل وحدات رتل متنقل. يعني هي خطوات اللي راح نديروها بسيطة ربما بصح تحمي سواء الثروة الحيوانية تاعنا والنباتية. لذلك محافظة غابات لولاية غردية نظمت هذه القافلة بالتنسيق مع كافة القطاعات. الفلاحون والمستثمرون استحسنوا المبادرة وقدموا جملة من المقترحات للجهات الوصية تجنبا لإتلاف المحاصيل وهلاك الحيوانات في المزارع والمحيطات الفلاحية. الدولة اقترحت نتاعنا باش على الأقل يكون كاميون لرافق الحصادات، لأننا رانا على موسم الحصاد منا على أسبوع إن شاء الله باش نبدأ الحصاد هنا، قال لك باش نرافقوكم على الأقل باش تكون حماية للحرائق، خاطر لأن الحرائق شيء خطير إذا كان يعني إذا كان شدة النار في الهشيم يعني ما راحش يسيطر عليها حتى واحد اذا ما كانش الحمايه المدنيه موجوده في على المكان. قدمنا توجيهات للفلاحين يضبطوا اله الحصاد، يضبطوا اله الدرس واله لجامعه تاع جامعه تبن، هذه الامور لحوادث العرضيه اللي موالفه تسرع، ايضا يتفاداوا اي حرائق جانبيه ولا اي تعامل اللي يمكن يسبب شرارة كهربائية. هي إجراءات استباقية وقائية مهمة تستوجب حرص الجميع تجنبا لمختلف الخسائر والكوارث المحتملة. تفاصيل أكثر حول هذه الحملة المتزامنة وموسم الحصاد وفينا بها أيضا أمين شقبقب في هذا الموضوع. أهلا بكم زملائنا في الاستوديو المركزي وتحية لمتابعي التلفزيون الجزائري. إذن الحماية المدنية هنا بغردايا قامت بتنظيم هذه الحملة التحسيسية التوعوية ضد حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، ونحن على مقربة من موسم الحصاد والدرس. إذن للحديث حول هذه المبادرة يحضر معي الآن الملازم فتحي بن رحال، وهو المكلف بالإعلام في المديرية الولائية للحماية المدنية هنا بولاية غردايا. أهلا بك سيدي. أهلا بكم، مرحبا بك. بارك الله فيك. إذا حدثنا عن هذه الحملة التحسيسية، تأتي في أي إطار وبالاشتراك مع أي شركاء؟
نعم شكرا. هذه الحملة الوطنية تنفيذا للبرنامج الوطني المسطر من طرف المديرية العامة للحماية المدنية، مديرية الحماية المدنية لولاية غردية، رفقة شركاء مديرية الغابات والغرفة الفلاحية، أيضا سيراما. نظمت هذه القافلة التحسيسية توعوية لمرافقة الفلاح قبل وأثناء وبعد الحصاد لتوعيته وأرشاده على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ضرورة مطفأة الحريق أثناء الحصاد، ضرورة تحضير صهاريج مياه لمكافحة الحرائق لا قدر الله. هذه القافلة تهدف لتوعية الفلاح من بصفة خاصة وتوفير للإنتاج الوطني. هذه الحملة تزامنت مع برنامج الاصطياف اللي راح ينطلق يوم 16 ماي من هذه السنة. هذا الموسم الاصطياف فيه مكافحة العقارب، أيضا مكافحة حرائق المحاصيل الزراعية والنخيل، أيضا فيه حوادث المرور، تسممات الغذائية. كما نعرفوا رانا موسم الصيف داخل، يجب اتخاذ الإجراءات الضرورية سواء للمسافرين عبر من الجنوب للشمال. في حوادث مرور خطيرة راح تؤدي، يجب الانتباه للطريق جيدا، ايضا يكون مراعاة للوسائل اللي يتنقل بها المواطن، ايضا تسممات الغذائية يكون يشوف تاريخ صلاحية، يكون يجب الاقتناء المواد هذه الاستهلاكية من المحلات اللي تكون موثوقة، تكون فيها تبريد على حسب درجات اللي تبعها القوانين. ايضا بالنسبة للتسمم العقربي في موسم، كما نعرفوا التسمم العقربي موسم الاصطياف نسجلوا عدة إصابات بالتسمم العقربي، يجب تنظيف الساحات العمومية، أيضا تكون تنظيف المنازل، لعدم رمي المخلفات في الشوارع، أيضا يكون فيه توعية للمواطنين. بارك الله فيك. على ذكر التسمم العقربي، ربما ما هي الخطوات والبرامج التي سطرتها مديرية الحماية المدنية تجنبا وللحد من هذه الحوادث التي تكثر في فصل الصيف؟ نعم شكرا. بالنسبة لهذه الحملة راح يكون فيها حملات تحسيسية توعوية بإشراك مديرية التربية ومديرية الصحة، أيضا جميع الشركاء الفاعلين في الميدان لإنجاح هذه الحملة التحسيسية سواء للمواطنين أو للتلاميذ في المدارس. كما نعرفوا التلميذ راح يوصل المعلومة لزملائه والأهل نتاعو، هذه الحملة باش نخفوا أو نقلوا من هذه الأخطار. على ذكر موسم الاصطياف، تشهد الولايات الداخلية والجنوبية كذلك يعني سباحة الشباب والأطفال في التجمعات المائية وفي السدود، وأكيد أن الحماية المدنية سطرت برنامج توعويا للحد من مخاطر الغرق وحتى الوفيات. ما هي أهم البرامج وربما الخطوات العملية تجنبا لمثل هذه الحوادث والخواطر؟ نعم، ضمن البرنامج هذا المسطر من طرف المديرية العامة للحماية المدنية، الغرق في المجمعات المائية، أيضا الغرق في البحر. في هذه الحملة تهدف لحد من هذه التصرفات السلبية لدى المواطنين أو التلاميذ أو الشباب اللي يكون متهور يروح يسبح في المجمعات المائية هذه اللي تكون غير محروسة، أيضا الشواطئ اللي تكون غير محروسة. يجب الانتباه جيدا لهذه التصرفات السلبية، أيضا تكون بالنسبة لأصحاب البساتين يكون لازم يراقب البساتين نتاعهم، وباش ما يخليش الدراري صغار يروحوا يسبحوا في هذه البساتين ويتوقع لنا مخلفات. هذه الحملات تكون استباقية لموسم الاصطياف. بارك الله فيك، شكرا لك. يحضر معي أيضا السيد شبيحي البحري، هو مفتش رئيس للغابات والمكلف بالإعلام. أهلا بك سيدي. الله يسلمك، مرحبا بك خويا. شكرا. محافظة الغابات لها دور فعال في مثل هذه المبادرات والحملات التحسيسية، حدثنا عن دور المحافظة في مثل هذه البرامج. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص الحملة، تزامنا مع انطلاق حملة الوقاية ومكافحة الحرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، ونحن مقبلين على فصل الصيف، والصيف معروف بدرجة الحرارة مرتفعة خصوصا في المنطقة هذه، واللي هو تعتبر درجة حرارة واحد من الأسباب اللي تتسبب في الحريق.
وايضا مع انطلاق عمليه الحصاد بالنسبه للفلاحين، ارتأت محافظه غابات ولايه غرديه بالتنسيق مع الحمايه المدنيه ومديريه المصائف الفلاحيه والصيرامه تنظيم هذه القافله التعسيسيه التوعويه لفائده الفلاحين خاصه والمواطنين عامه. تهدف هذه الحمله الى اول الاهداف تاعها هي حمايه الثروه الغابيه النباتيه والحيوانيه، خصوصا رانا نشوفوا في حرائق الغابات السنه الماضيه اللي دارت ربما مساحات كبيره اللي راحت في ماذا بينا نعاودوا نحيوا هذوك المساحات كما محافظه الغابات فيما يخص هذا المجال. محافظه الغابات راه دير كشغل حمله التشجير اللي تنطلق دائما من 25 اكتوبر الى غايه 21 مارس لاننا نسيو باش نحيوا هذه المساحات. ايضا فيما يخص اهداف هذه الحمله ايضا الى بالنسبه نوعوا الفلاحين باتخاذ الاجراءات اللازمه للتوقي من حرائق الغابات اللي ربما هي اجراءات بسيطه بصح تحمي الثروه تاعنا النباتيه سواء والحيوانيه. ايضا الحوايج اللي في حاله وقوع لا قدر الله الحريق هذا، واش هي الاجراءات اللي لازم يديروها الفلاحين سواء والمواطنين من اجل اننا نحاصروا هذه الحرائق وما تكونش خسائر كبيره. بارك الله فيك. إضافة للحملات التحسيسية والتوعوية، هناك أيضا تواجد وحضور ميداني لأعوان محافظة الغابات من خلال عملية التشجير، من خلال ربما مرافقة الفلاحين. حدثنا عن مجهودات أعوان محافظة الغابات في هذه المناسبة. بالنسبة نحن كمحافظة الغابات ولاية غردية عندنا طرق بزاف رانا كثيرة اللي رانا نديروها للدخل في التحسيس، سواء عن طريق حملة التشجير اللي رانا نديروها من بداية أكتوبر إلى غاية مارس من كل سنة. أيضا هنالك حملات تحسيسية اللي رانا نديروها عن طريق سواء عن طريق القنوات التلفزيونية الإعلامية سواء عن طريق الإذاعة، أيضا تنظيم أيام تحسيسية، حملات تحسيسية اللي تكون عن طريق توزيع مطويات فيما يخص هذا المجال أصلا من أجل الحد من هذه الآفة اللي ربما هي اللي راه تضر كثيرا سواء الغابات تاعنا سواء عن طريق المحاصيل تاعنا. لماذا بينا نعملوا دائما سواء بالتنسيق مع مختلف القطاعات أننا نزيدوا في الثروة تاعنا هذه. بارك الله فيك على كل هذه التوضيحات والمعلومات. يحضر معي أيضا السيد رابح ولاد الهضار وهو رئيس الغرفة الفلاحية لولاية غردية. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا ومرحبا وسهلا. بارك الله فيك. أكيد أن الغرفة الفلاحية لها عدة أنشطة وبرامج لمرافقة الفلاحين طوال الموسم خلال موسم الحصاد والدرس. أكيد أن المحاصيل معرضة إلى الإتلاف والحرق، ومن خلال هذه الحملة التحسيسية أكيد أن لكم مرافقة خاصة بالفلاحين. طبعا دور الغرفة الفلاحية هي تمثل المهنة الفلاحية وتمثل المنتجين، وبدورها دورها في الإرشاد والتوعية هو الدور الأساسي. والحمد لله اليوم رانا نحضروا عينة من بعض النشاطات اللي رانا نحضروا فيها ونساهموا فيها وندعموها بقوة ونشجعوها، وخاصة هذه القوافل التحسيسية اليوم الحمد لله كل الشركاء راك تشوف فيهم حاضرين، الحماية المدنية، الغابات، الأمن، كل حاضر معنا لإنجاح إن شاء الله هذا الموسم تاع الحصاد والدرس، هذه الحملة تاع الحصاد والدرس في إطار هذه القافلة اللي هي الهدف نتاعها الأساسي رفع اليقظة وإرشاد الفلاحين كيف يتعاملوا بلا قدر الله تكون كوارث حرائق يمكن تكون عمدية أو تكون غير عمدية لتتعلق بنشاط حملة الحصاد والدرس. وهذا الشيء نديروه جرات العادة باش نديروه كل سنة، لكن السنة ده طابع خاص وهذا يقتضيه الظروف الدولية اللي رانا نشوفوا فيها وتوجيهات السلطات المركزية أنه باش ننجحوا لعملية الحصاد وجمع كل المحصول لضرورة هذه القيمة وهذا الثروة اللي هي غذاء القمح الغذاء الأساسي للشعب، هذا لأنه نسهروا باش نجمعوا كل حبة قمح وما يكونش إتلاف لا قدر الله وما يكونش ضايع. وإن شاء الله حنايا من خلال هذه الأمور السنة راه الفلاح أصلا ناظر باسم الفلاح راه يحس بروحه باللي ماهوش وحده في الميدان ويحس بقيمته ويحس بقيمته كجندي مسخر للأمن الغذائي ولتعزيز السيادة الوطنية. وهذا الشيء أملاته الظروف الدولية اللي رانا نشوفوا فيها، الحمد لله حنا نشجعوا هذه المبادرات وراحين نرافقوا هذه الحملة إن شاء الله رانا رافقناها من الزرع حتى الآن، وخاصة في هذه المرحلة تاع الجمع تاع الحصاد اللي إن شاء الله تكون في أحسن الظروف وتكون بدون حوادث، والفلاح راه واعي بكيفية التعامل مع أي طارئ لا قدر الله. والحمد لله كاينة خالية اليقظة وكاينة لجنة ولائية تحت إشراف السيد الوالي وكل الأمور مسخرة إن شاء الله لإنجاح هذا الموسم.
الأرض. على ذكر توجيهات القيادة العليا للبلد التي أولت أهمية لقطاع الفلاحة خاصة المحاصيل الاستراتيجية، ربما كرئيس للغرفة الفلاحية، ما هي التوصيات والتوجيهات التي تقدمها للفلاحين والمستثمرين تجنبا للكوارث خاصة ونحن على مقربة من موسم الحصاد والدرس؟ طبعا في سياق انه الوعي اللي راه من عموديا من السلطات العليا للحرص على جمع كل ما هو متوفر، هذا ينبغي اننا قدمنا توجيهات للفلاحين انهم في خلال العمليه انه يضاعفوا من اليقظه، يضاعفوا من الحراسه، يضبطوا اله الحصاد، يضبطوا اله الدرس واله لجامعه جمع التبن، هذه الامور لحوادث العرضيه اللي موالفه تسرى، ايضا يتفاداوا اي حرائق جانبيه ولا اي تعامل اللي يمكن يسبب شرارة كهربائية ويسبب شرارة أخرى اللي يمكن تكون سبب في هذا الحق، يجمعوا الأعشاب الضارة والأمور اليابسة وكل الأحطاب اليابس اللي يمكن يسبب في هذه الحرائق، وهذا الشيء كل دخل في رزنامة إن شاء الله وتدابير باش تكون مقاربة شاملة ليقظة شاملة إن شاء الله للتعامل مع كل طارئ. وان شاء الله ايضا احنا ماذا بينا هذه اليقظه وهذه اليقظه تكون مستمره وتكون في كل سنه وتكون مستقبليه ويكون فيها ان شاء الله برامج باش كيفاه نزيدوا نوسعوا المساحات، خاطر احنا رانا نتعاملوا مع مساحات الان يمكن محدوده، ورانا رايحين ان شاء الله توجه السلطات الدوليه الوطنيه لتوسيع هذه المساحات للتعويل على الفلاحه الصحراويه في الزراعات الاستراتيجيه لا سيما القمح والحليب والاعلاف. اذا هذا يتحتم علينا اننا نتعاملوا مع هذه الامور كلها تدخل في تجارب باش ان شاء الله نتعاملوا مع الحقول الكبرى وتكون عندنا مهنيه عاليه، مش امور تقريبا ثقافه عند المنتج، عند المستثمر، عند الفلاح، عند الاطار تاع الفلاحه، عند المسؤول، عند رجل الامن، عند رجل الحمايه المدنيه، كلنا مسؤولون، هذا قوت الشعب، لازم تكون مسؤوليه، مش مسؤوليه الفلاح وحده، هذه مسؤوليه كل واحد، رجل الامن، رجل الحمايه، المسؤول، الوالي، الوزير، كلنا مسؤولون، حتى الشعب راه مسؤول باش يبلغ على امور يمكن مشبوهه ولا امور اللي تؤدي لاتلاف هذه الثروه، يكون هو ثاني واعي، هذه كل مسؤوليتنا. الامن الغذائي مسؤوليه جماعيه وهو متعلق مباشره بالسياده الوطنيه خاصه في هذه الظروف الدوليه اللي رانا نشوفوا فيها بالنسبه لسوق هذه الماده الاستراتيجيه. بارك الله فيك، شكرا لك سيدي. إذا كان معي السيد رابح ولاد الهضار رئيس الغرفة الفلاحية، نشكره على كل هذه التوجيهات والمعلومات. إذا متابعينا الكرام، تحدثنا عن هذه الحملة التحسيسية تحسبا لأي حرائق تنجم عن موسم الحصاد والدرس، وقمنا باستجواب كل من مكلف بالإعلام للحماية المدنية، المكلف بالإعلام لمحافظة الغابات، إضافة إلى رئيس الغرفة الفلاحية. عودة إليكم زملائنا في الاستوديو المركزي. شكرا لك أمين شقابقب ولضيوفك الكرام على كل هذه المعطيات. مشاهدينا الأفضل، نبقى دائما في المجال الفلاحي. من أهم التطورات في هذا القطاع التوجه نحو زراعة خالية من المواد الكيميائية، يقول أبو بكر منصوري. التوجه نحو زراعة خالية من المواد الكيماوية هو ما تسعى إليه وحدة السماد العضوي التابعة لمؤسسة تسيير سوق الجملة للخضار والفواكه بولاية وهران، وهذا للتخلص من النفاية بطريقة آمنة وصديقة للبيئة من خلال تحويلها إلى سماد عضوي. الفكرة جاتنا كنا نقيسوا هذه النفايات العضويه للسيوتي ونخلصوا عليها 1000 دينار للطن. قلنا علاش نقيسوها؟ ولينا نسترجعوها حنايا، نلموا النفايات العضويه ونلموا النفايات الخضراء من الدوائر ونديروا لو ميلونج تاع هذه النفايات ونخدموا لمده 45 ونخرجوا ما يسمى بالسماد العضوي بيو 100%. ننتج السماد العضوي على اساس تثمين النفايات العضويه والنفايات الخضراء التي يتم جمعها من كامل التراب ولايه وهران بمشاركه مع اورون فير التي تساعدنا كثيرا في جمع هذه النفايات. الاقتصاد التدويري أضحى اهتمام الحكومة لما يضيفه من مداخل إضافية على الاقتصاد الوطني، ولهذا وجب توعية المواطن بضرورة الحد من كمية النفايات التي ينتجها. سلوكات صغيرة وخفيفة وناتشغال يعني وطبيعية يمكن لنا المحافظة على هذه الثروة، لكن بالمقابل لازم يكون هناك تحسيس والمواطن يكون واعي بلك هو تاني لازم يلعب الدور تاعه بالحفاظ على هاد الثروة.
اليوم نقولوا بلي وزارة البيئة قد قامت فعلا بتسجيل مبلغ 150 مليون دينار في الصندوق الفلال في صندوق البيئة والساحل. إذن إعطاء الأولوية لتوفير الإطار المعيشي النوعي للمواطن، وهذا لا يتأتى إلا بالاهتمام بالمحيط البيئي والعمل من أجل نموذج حقيقي للتنمية المستدامة. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الأفاضل، نذكركم بأبرز المحاور التي تناولنا بعضها في هذا الصباح ونستكمله نستكمل البقية لاحقا. إذا كانت لنا وقفة قبل قليل عند الملتقى الدولي حول أصدقاء الثورة الذي ينظم اليوم وغدا بفندق الأوراسي تحت شعار الثورة الجزائرية، موطن إشعاع للقيم الإنسانية وجسر للصداقة بين الأمم، فرصة للاعتراف بفضل الأصدقاء وحفظ لتراث الثورة الإنساني في العالم. في شأن آخر تابعناه قبل قليل، حملة تحسيسية نظمتها أو تنظمها الحماية المدنية تجنبا للحرائق المتزامنة وموسم الحصاد. بعد موجز الأخبار سيكون لنا وقفة عند ركن كيف تنشئ مؤسسة، حيث تواصل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية مرافقتها ودعمها للشباب لتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع وتوفير نظام بيئي يساهم في ديمومة المؤسسات المستغرة. الآن إلى غرفة الأخبار وموجز بأهم الأنباء. استمتعوا بهذه الجولة السياحية مع اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. استمتعتم بهذه الجولة السياحية مع اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. أهلا بكم مجددا مشاهدين الأفاضل، الآن إلى ركن كيف تنشئ مؤسسة، حيث تواصل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية مرافقتها ودعمها للشباب لتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع وتوفير نظام بيئي يساهم في ديمومة المؤسسات المصغرة. للمزيد من الاستفاضة أسعد باستقبال السيد مولود بن عزوز مدير الوكالة الوطنية أو الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية البليدة. سيد بن عزوز صباح الخير، شكرا لك على قبول الدعوة. صباح الخير سيدتي، شكرا على الدعوة الكريمة. أهلا بك. كما أسعد باستقبال أنيس عطا الله صاحب مؤسسة مصغرة لصناعة
الأدوات البلاستيكية. أنيس مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. صباح الخير، شكرا للانفيتاسيون هذه، بارك الله فيك. أهلا بك. أبدأ معك سيد بن عزوز مولود، مدير الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية لناد البليدة. تعتمد الرؤية الجديدة للوكالة على دفع حركية المؤسسات المصغرة ومرافقتها دعما وتكوينا وفق مقاربة اقتصادية. إلى ماذا تسعى لنادى اليوم؟ شكرا سيدتي مرة أخرى. بداية أود يعني من خلال المنبر يعني نعود التذكير بالتوجه الجديد للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. احنا اليوم لما نتكلموا على النظرة الاقتصادية، هي النظرة الاقتصادية هي مبنية على عدة محاور. نعم. اولا لما نحاول نلخصه انه المحور الاهم هو الخروج من النظرة السياسية او النظرة الاجتماعية لخلق المؤسسات المصغرة. نعم. وبالتالي التوجه الى نظرة اقتصادية محضة في انشاء المؤسسات المصغرة. لما نقول نظرة اقتصادية راح نرتكز على عمليتين اساسيتين. أول ما بدينا العمل به من خلال هذا الجهاز الجديد تحت وصاية الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، قلنا نعمل على إنشاء خريطة نشاطات اقتصادية. هذه خريطة النشاطات الاقتصادية راح تعنى بخصوصية كل منطقة. اليوم لما نتحدث على مؤسسات مصغرة نتحدث على مؤسسات لتراعي خصوصية كل منطقة وتراعي احتياجات تلك المنطقة. اليوم لما نتكلموا على المؤسسة المصغرة ناخذوا مثلا التوجه تاع السلطات العمومية الى تشجيع القطاع الزراعي مثلا ولا القطاع الفلاحي في الجنوب. اليوم كل المناطق اللي متواجدة في الجنوب راحين نعطيوا لها الأولوية في خلق مؤسسات مصغرة في القطاع دون إغفال يعني القطاعات الأخرى بطبيعة الحال. كذلك لما نتكلموا عن المقاربة الاقتصادية الجديدة لا يمكن إغفال دور شركاء المتواجدين على المستوى المحلي في إنشاء المؤسسات المصغرة. وبالتالي اليوم عملنا من خلال الاتفاقيات اللي مضيناها يعني مع مختلف الشركاء يعني نسجوا شبكة علاقات مع كل القطاعات حتى نحصيوا الطلبات المتواجده على المستوى المحلي واللي من خلالها نتمكنوا من انشاء مؤسسات مصغره يعني تراعي الخصوصيه تاع كل منطقه ويعني وعندها قيمه مضافه اضافيه. جيد. اعود اليك انيس عطله، صاحب مؤسسه مصغره لصناعه الادوات البلاستيكيه. نتعرف عليك بدايه وكيفاش جاتك الفكره لانشاء هذه المؤسسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دونك انا كيفاش بديت المشروع هذا، يعني هذا مشروع شغل كان سبونطاني، ماشي قال داير له حسابه ولا هو مشروع كيجي هكذا وحده. دونك بديت نديكوفري هذا البلاستيك ما كنتش نعرفه كاع، يعني لقيت برودوي هكذايا ضرب فيها بوان انتيروغاسيون، نقطه استفهام. نعم. حتى وين وليت ندير دي ريشيرش ونحوس على توت ان اندستري كيفاش تمشي. فوالا دونك كي بديت لي ديمارش تاعي هادوما، جي كومونسي ا شيرشي لي فورنيسور لي بي لي يخدمو لنا هادو كاع لي ماشين و لا ماتيير بريمير منين تجي. دونك حتى وين فاش تخصصت انيس في هذه المؤسسه المصغره؟ دونك حنايا الانتاج نتاعك تخصصنا في الانجيكسيون بلاستيك. لانجيكسيون باسكو لو بلاستيك سي ان دومين فاست، يعني سي ان دومين كبير بزاف، فيه بزاف لي تكنيك باش يخدموا بهم باش ينتجوا بهم. دونك حنايا سي لانجيكسيون بلاستيك هذه نخدموها بوكو بلوس مع الشركات. نعم. سي دي برودوي سومي فيني لي يديهم الكليون تاعنا باش يكمل يدير لا برودكسيون تاعو بور افوار ان برودوي فيني. يعني تعطوهم كانه ماده مصنع نصف مصنعه ويكملوا. نعم. استغلالها. جيد. سيد بن عزوز، يعني مهام اليوم التي ترتكز عليه لناد هو وضع كما تفضلت يعني وضع نظام او نظم بيئيه لخلق الثوره من خلال هذه المؤسسات، ولكن من خلال ايضا اليات الدعم التي تقدمونها واساسها هو التكوين. كيف ترافقون اصحاب المشاريع من خلال التكوين؟ بالفعل التكوين هو يعني في اطار جهاز الوكاله الدعم وتنميه المقاولاتيه، هذا العامل اعطينا له اهميه كبيره. وبالتالي بدينا نعملوا على مرحلتين.
يكون هناك ما يسمى بالمرافقة القبلية، يعني قبل ما يتقدم يعني الشاب للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، هذا من خلال يعني نعود نولوا للشراكة والاتفاقيات اللي تم إبرامها سواء مع يعني وزارة التكوين والتعليم المهنيين أو الجامعات. احنا اليوم عندنا ما يسمى بدار المرافقة والإدماج، هذه خاصة بالمراكز ومعاهد التكوين المهني. نعم. وكذلك بالنسبة للجامعة هذه عندنا ما يسمى بدار المرافقة، هذه متواجدة على كل يعني مستوى الطرب الوطني. المهام الأساسية تاعها بالإضافة إلى الدورة إلى الأيام الإعلامية والتحسيسية، كاين دورة تكوينية ودورة تكوينية يعني في مجال إنشاء المؤسسات المصغرة، وكذلك كاين دورات متخصصة في مواضيع معينة تعنى بالمؤسسة المصغرة. نعطيك مثال على ذلك، احنا مضينا اتفاقية مع المركز الوطني الجزائري للملكية الصناعية. نعم. يعني هذا يعني هذا التكوين هو تكوين مهم، خاصة نعرفوا الشاب كيفية الحماية القانونية للمشاريع تاعو. كذلك عندنا دورات تكوينية متخصصة، هذا قبل ما يتقدم قبل ما يتقدم يعني الشاب للوكالة. بارك الله فيك. ونزيد هنا نفتح قوس بالنسبة للوكالة الوطنية يعني لدعم وتنمية المقاولاتية، ما جاءت به هو شيء جديد اليوم ما يسمى بالطالب المقاول. اليوم على مستوى الجامعة بإمكان الطالب وهو مسجل ويتابع المسار الدراسي تاعو بالموازاة مع هذا يمكن يبدأ ينشأ المؤسسة المصغرة، وهذا ما جاء به يعني الجيل الجديد. استسمحك سيد بن عزوز، سنستكمل النقاش لاحقا. الآن إلى ربيعة بوزيدي المتواجدة على مستوى فندق الأوراسي ومجريات انطلاق الملتقى الدولي حول أصدقاء الثورة الجزائرية الموسوم بالثورة الجزائرية موطن إشعاع للقيم الإنسانية وجسر للصداقة بين الأمم. ربيعة بوزيدي صباح الخير، هل لديك تفاصيل أوفى حول انطلاق الحدث هناك؟ نعم، صباح الخير عفاف، نحن هنا متواجدون على مستوى قاعة المحاضرات بفندق الأوراسي لننقل فعاليات الملتقى الدولي أصدقاء الثورة الجزائرية والموسوم بالثورة الجزائرية موطن إشعاع للقيم الإنسانية وجسر للصداقة بين الأمم، ويندرج في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 60 لعيد الاستقلال تحت شعار تاريخ مجيد وعهد جديد. يحضر هذا الملتقى أصدقاء الثورة الجزائرية من مختلف دول العالم إلى جانب أكاديميين باحثين وأساتذة من داخل الوطن وخارج الوطن، بالإضافة إلى مجاهدات ومجاهدين وطلبة من مختلف المدارس والجامعات. ولتفاصيل أكثر حول هذا الملتقى يسعدني أن يكون ضيفي الدكتور حسين عبد الستار الناطق الرسمي باسم الملتقى. سيدي، هل يمكنك أن تضعنا في الصورة حول الملتقى؟ طبيعي جدا. أولا أشكركم على هذه الاستضافة. الحقيقة أن الملتقى يندرج في إطار الاحتفال بستينية الاستقلال، وأعتقد أن الدولة الجزائرية خصصت لهذا الملتقى يعني حيز وفضاء كبير جدا، لأنه الافتتاح سيكون افتتاح رسمي من قبل السيد الوزير الأول، وهذا دليل على اهتمام الجزائر بهذه التجربة الإنسانية الفريدة من نوعها. الحضور مميز ومتميز جدا من خلال حضور أصدقاء للثورة الجزائرية من كل قارات العالم، بالإضافة إلى أكاديميين وباحثين وأساتذة أبوا إلا أن يحضروا معنا في هذا المحفل العلمي المتميز وفي هذا العرس الذي تحتفل الجزائر بأصدقائها وتريد من خلالها أن ينخرط الأجيال في هذه التجربة الجديدة، لأن طموحات الدولة الجزائرية أنها تعيد تحصين هذه التجربة وتعيد أيضا بناء قيم نوفمبر، لأنه من بين أهداف الملتقى بالدرجة الأولى هو ضبط إطار مرجعي لقيم نوفمبر بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية هو إعادة الاعتبار أو بل أقول بلغة أخرى أن هذا الملتقى يريد من خلال أهدافه أن يكرم ما يمكن أن نسميه بأصدقاء وأشقاء الثورة الجزائرية، وهذا يجعل من الجزائر من الدول التي تسعى دائما للجمع بين الشعوب وبين الأمم، وهذا يرجع إلى مرجعيتها في تاريخ الثورة الجزائرية وهي القيم الإنسانية والنوفمبرية التي تجعل من الجزائر دائما تعمل من أجل تحقيق السلم والاستقرار وكل المثل العليا والقيم السامية التي يمكن من خلالها أن تسود في العالم.
دكتور، هل يمكنك أن تضعنا في محاور الملتقى التي سيتطرق إليها المتدخلون؟ فعلا، بالنسبة لمحاور الملتقى اخترنا 3 محاور أساسية. المحور الأول يتعلق بالقيم الإنسانية والمثل العليا التي جسدتها الثورة التحريرية المباركة في الكثير من المحطات، هذه المسألة الأولى. بالنسبة للمحور الثاني يتكلم عن مساهمة أصدقاء الثورة الجزائرية سواء كان على مستوى رسمي أو على المستوى الشعبي في كل بقاع العالم، وعدنا نماذج شخصيات ونخب وسياسيين في العالم أبوا إلا أن يقدموا لهذه الثورة. وأقول أنا دائما أن قيم نوفمبر تلاقحت مع أفكار هؤلاء التي تميزت بالضمير الإنساني وبالكرامة الإنسانية، وبالتالي أعطت هذه التجربة الفريدة من نوعها. المحور الثالث وهو كيفية تحصين هذه التجربة في المستقبل، لأنه من طموحات الدولة الجزائرية أن تعيد بناء هذه التجربة الفريدة من نوعها، وهي تجربة أصدقاء الثورة الجزائرية إلى فضاء جديد، وهي أصدقاء الجزائر، خاصة مع التحديات التي تعيشها الجزائر على الصعيد المحلي الإقليمي والدولي. إذن نعم، ستبقى الثورة الجزائرية موطن إشعاعي للقيم الإنسانية وجسر للصداقة بين الأمم. هذا ما لدينا، ننتظر الافتتاح الرسمي وسنوافيكم بالتفاصيل في النشرات اللاحقة. شكرا جزيلا لك ربيع أبو زيدي ولضيفك الكريم على هذه المعطيات القيمة. نعود إليك لاحقا لمتابعة انطلاقة هذا الحدث المهم. مشاهدينا الأفاضل، نستكمل ما تبقى من برنامج هذا الصباح، ومعنا في الأستوديو سيد مولود بن عزوز مدير الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية البوليدة، أهلا بك مجددا. أنيس عطلة أيضا صاحب مؤسسة مصغرة لصناعة الأدوات البلاستيكية، أهلا بك أيضا. سيد بن عزوز، كنا قد تحدثنا قبل هذا الفاصل عن آليات الدعم التي تقدمها لاناد لحاملي المشاريع من شبابنا، وتحدثنا بالذات عن نقطة أهمية التكوين. اليوم المرافقة الميدانية لاناد لحاملي المشاريع يعني أصبحت فعلية أكثر مقارنة بالمقاربة السابقة. اليوم لم تعد المؤسسة المصغرة مجرد ملف إداري، أنتم تتابعون تفصيل بتفصيل. بالفعل سيدتي الكريمة، لما قلنا يعني حجر الأساس في النظرة الجديدة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية مبنية على أساس التكوين كعامل أساسي في نجاح وديمومة المؤسسات المصغرة. قلنا كاين العملية القبلية، يعني قبل ما يتقدم الشاب لإيداع ملف للاستثمار، كاين بعد ذلك كاين مرافقة بعدية، يعني هذه المرافقة تمتد إلى تمويل المشاريع، تمتد إلى مرافقة مع مختلف الشركاء. اليوم نعاود نذكر بلي مع مصالح الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، أمضينا اتفاقيات مع معظم القطاعات اللي يعني اللي تدخل في مجال خلق المؤسسات المصغرة. اليوم نعطي كمثال فقط مع وزارة السكن من خلال يعني مؤسسة العدل، وضعت تحت تصرف شباب الوكالة الوطنية للدعم وتنمية المقاولاتية خاصة ممتهنين القطاع الصحي مقرات يعني يقدروا يمارسوا فيها النشاط تاعهم. نعم. هذا يعني اذا خدينا مثلا كولايه البوليده اللي انا على راسها، كاين اكثر من 170 مقر تم وضعه تحت تصرف هذه الفئه من الشباب. كذلك اليوم نتحدث على منتوج جديد يعني باش نعرفوا به، هو ما يسمى بقرض الاستغلال. نعم. داخل كذلك في مرافقة المؤسسات الشباب المتعثرة. نعم. سنعود لهذه النقطة سيد بن عزوز، نشرك دائما معنا أنيس يعني في الحوار. أنيس، مجال دراستك وش قريت، وهل تلقيت أو قمت بتكوين آخر حتى يعني تكون متمكن أكثر في المؤسسة التي تشرف عليها؟ انا درت دراسه في تجاره، عندي تما درت قريت تجاره اولا، بعد تخصصت في ماستر في ماليه المؤسسات. فوالا كي كملت الدراسه تاعي تماك اللي بديت نتخصص في الدومين بروفيسيونيل تاعي اللي هي الاندستري. يعني جي في دي فورماسيون دو مون كوتي، j'ai été formé par des fournisseurs chinois. نعم. Voilà. Donc هما اللي وراو لي كيفاش يمشوا لي ماشين، كيفاش نقدر نخرج لي برودوي، كيفاش نخدم بهم ايتو.
فوالا. كيفاش رافقتك لاناد من منذ البداية؟ دونك لاناد لاناد رافقتني بوكو بلوس en termes de les papiers ou tout ce qui est création de l'entreprise. Voilà. Donc elle m'a coaché n'arrive, mais j'ai jamais qu'elle a un des registres de commerce ou là. Donc j'étais obligé d'être orienté. J'ai trouvé une aide, une orientation importante. يعني, parce que ils m'ont fait gagner beaucoup de temps. من هذا الكوتي. Parce que ما تقدريش تعرفي وين تروحي premièrement, بعد deuxièmement les impôts, voilà, le registre commerce et tout. طب بالنسبة للتمويل هل أخذت قرض من عندهم؟ تمويل. تمويل خديت قرض من عندهم. وي. قرض الأول. نعم. فوالا. وبعدها. نذكروا إنه المؤسسة تاعك وقتاش أنشأتها أنيس؟ نقولوا فيفريي 2020. Voilà. Février 2020, le temps de recevoir la machine et tout, jusqu'à la fin de l'année. Donc, j'ai été actif fin 2020, début 2021, j'ai été actif. ولكن دائما تلجؤون للاناد من اجل الاستشاره والمرافقه. Toujours. طيب سيدة بن عزوز نذكر فقط استسمحك سيدتي نذكر فقط بلي لما نتحدثوا على سي انيس والمشروع تاعو نتحدثوا على قطاع استراتيجي. صحيح. وقطاع الاقتصاد الاخضر. هنا ننوه بلي الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية اليوم راهي تحصي أكثر من 3500 مؤسسة ناشطة في هذا المجال. يعني لما نقولوا اقتصاد تدويري يعني من الناحية المالية قيمة مضافة كبيرة. نعم. ومن الناحية البيئية يعني صديقة للبيئة. دونك على الأساس احنا كل هذا يعني هذا النوع من النشاطات احنا نعملوا على تشجيعهم. ونعملوا على يعني توفير كل سبل النجاح لهذه المؤسسات. اليوم سي انيس. نعم. هو نموذج تم تمويله وينجح لما المؤسسه تاعو راهي في حاله نشاط وراهي ناجحه يقدر كذلك اليوم ينطلق في مرحله التوسيع. نعم. يقدر هل تفكر في ذلك انيس يعني انا نفكر في ذلك وثاني ماشي غير في مشروع البلاستيك يعني من البلاستيك يقدر يديك تما يعني كي تدخلي في الدومين تاع الاندستري باغ اكزومبل فوالا مجال مفتوح باغ اكزومبل انا جي دي بارتنير اللي نخدم معاهم سي دي فابريكون دو موبل سي دي فابريكون تاع لاغرو اليمونتير سي دي فوالا دونك نخمم في التوسيع ولكن با فورسيمون غير في هذا المجال. هل يعني سيد بن عزوز لما صاحب المؤسسه يفكر في التوسيع يعني في نشاط اخر غير النشاط الاولي ترافقون ايضا ذلك؟ يعني هذه من ميزات الجهاز الجديد. نعم. الجهاز الجديد انه الشاب يستطيع يقوم بعمليه التوسيع في نشاط اخر نشاط مغير. مكمل او نشاط مغاير كذلك مغاير تماما للنشاط الاولي. كذلك من ميزات يعني الجهاز الجديد انه حتى الشباب اللي انشؤوا مؤسسات مصغره خارج اطار الجهاز من خلال يعني الغاء شرط البطاله. نعم. لانه في الجهاز القديم كان هذا الشرط كان يعيق. نعم. كثير من الشباب واقصى كثير من الشباب. صحيح. من خلال هذا الجهاز الجديد والمقاربه الجديده انه الشاب حتى اذا كان انشا مؤسسه مصغره خارج اطار الجهاز الوكاله. نعم. اليوم يستطيع يتقدم ويدير عمليه توسيع المشروع في اطار الجهاز. جيد. وبالنسبه لخلق مناصب الشغل انت انيس يعني عدد العمال اللي معاك وهل تنوي زياده الاعداد وبالنسبه لكم سيد بن عزوز يعني ترافقون او تؤكدون على ضروره خلق مناصب شغل يعني ترافقا او تزامنا مع انشاء والهدف الرئيسي لانشاء المؤسسه المصغره. تفضل انيس. دونك ان سكي كونسيرن تشغيل شباب حنايا عندنا كيما يقول لك ماذا بينا نوسعوا اون بارلي ديكستونسيون ليكستونسيون كي دي كرياسيون دومبلوا فوالا دونك حنا ماذا بينا كيما نكبروا المشروع تاعنا باش نزيدوا نديروا دي كرياسيون دومبلوا وماذا بينا ثاني نزيدوا في لا برودكسيون تاعنا باسكو علاه كي نخدموا عندنا ترواز ايكيب باغ اكزومبل يا دي بيريود وين اون ا ترواز ايكيب. نعم. دونك الشغل حيكون نقولوا زوج خدامين صباح زوج خدامين العشيه زوج 3 فوا 8 نخدموا فوالا دونك من هذا الكوتي اون ايساي دو ترافايي لو ماكسيموم اي فير ترافايي لي جون او ماكسيموم معانا فوالا. سيد بن عزوز يعني اهميه يعني خلق المناصب وارتباطها يعني كانه المبدا الجوهري للانشاء المؤسسه المصغره هو خلق
للثروه وخلق لمناصب الشغل. بالفعل هو الهدف النهائي من خلق المؤسسات المصغره، يعني الهدف اننا نخلقوا يعني نخلقوا مناصب شغل، يعني الشاب في حد ذاته يخلق منصب شغل ليه ثم يشغل معاه يعني شباب اخرين. حنا لما نقولوا حتى يعني نقولوا نشجعوا بعض القطاعات، نعطيك مثلا كاين قطاعات اللي تستلزم يد عامله كبيره، مثلا لما نتحدثوا على النشاطات الفلاحيه تستلزم يد عامله، وبالتالي احنا نشجعوا النشاطات اللي يقدر فيما بعد يعطينا يعني يد عامله معتبر. كذلك الصناعات التدويريه هذه، الاقتصاد التدويري يحتاج فيما يحتاج الى يد عامله كبيره، وبالتالي احنا يعني كل ما 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 نخلق مؤسسه مصغره الا ويكون الهدف اننا من خلال المؤسسه المصغره رايحين نتكفلوا بشباب اللي راهم في حاليا في مرحله البطاله، وحتى هاد الشباب لما ندخلوهم لما يدخلوا في المجال ويعملوا ممكن هما يعني بعد ما يكتسبوا التجربه، لانه هذا كذلك يعني من ميزات الجهاز الجديد انه يعني التأهيل احنا اليوم نقبلوا التجربة، وبالتالي حتى لما يكتسب تجربة ممكن هو كذلك يولي يعني ينشأ مؤسسة مصغرة. وبالتالي هي العملية يعني كل ما نشجعوا القطاعات يعني اللي تخلق لنا مناصب شغل، هذا راح بالتالي احنا نركزوا خاصة كما قلت لك احنا في المقاربة الجديدة هذه احنا نركزوا على التخصص. كاين مناطق معينة مثلا خدينا مثال تاع المناطق الجنوبية وين هنا كاين القطاع الفلاحي، السلطات العمومية أعطت الأولوية لهذا القطاع، يعني احنا رانا منخرطين في هذا المسعى، وبالتالي لما نقولوا القطاع الفلاحي رانا نتحدثوا على مناصب شغل كثيرة. يعني وهو كما قلت الهدف الرئيسي من إنشاء المؤسسات المصغرة امتصاص البطالة. أنيس، يعني كيف يعني على مستوى المؤسسة كيفاش تجيب الأسواق؟ كيفاش تجيب الطلبيات بالنسبه لك؟ دونك الاسواق كيفاش نجيبوهم؟ دونك انا بيرسونيلمون ما استراتيجي تاعي كيفاش نخدم. دونك جينيرالمون جيساي دو فوار واش يخص في المارشي. دابور اي جيساي دو توشي بوكو بلوس الشركات اللي تخدم ديجا في لا برودكسيون. فوالا دونك اون في دي اوفر بور دي زونتربريز. فوالا on essaie d'être concurrent. Ou tenit, on essaie de créer la demande. Des fois, le produit Makanjga, on essaie de créer la demande, une demande innovante. Parce que par exemple, le plastique, le poids, le produit, il est important. Voilà. Donc un produit aux 10 grammes ou un produit aux 5 grammes, mais kif-kif, le prix, il t'beddel. Donc, premièrement, c'est écologique. En termes d'écologie, c'est plus bien. Écologique. Bien. Deuxièmement, c'est moins cher. Voilà. Donc, c'est une de mes stratégies, surtout les entreprises qui font la production. Je cherche toujours à réduire les coûts pour que le produit sera moins cher. وحتى يعني تضمنوا التسويق للمنتجات تاعكم وتتصدرون المنافسه، يعني هناك اكيد طبعا من يشتغل في هذا المجال كما ذكر سي بن عزوز انه مجال واعد وفيه الكثير من الابداعات. سيد بن عزوز نعم تفضل. بالاضافه للاستراتيجيه اللي تنتهجها كل مؤسسه في ميدان التسويق، احنا على مستوى الوكاله الوطنيه لدعم وتنمية المرافقه يعني وفي اطار دائم المرافقه احنا يعني نشجع الشباب من خلال إبراز المنتوج تاعهم من خلال العمليات التحسيسيه، العمليات الاعلاميه. يعني الصالونات والمعارض اللي ننظموها دوريا باش نعرفوا بالمؤسسه المصغره، هذا من جهه. من جهه ثانيه يعني فيه منصه رقميه، يعني عندنا كما نقولوا منصه تسمى بالخدمات. هنا فيها كل العروض اللي تاتينا من المؤسسات يعني المؤسسات العموميه والخاصه اللي عندها يعني صفقات. هذا باش نسهلوا للشاب انه لما يدخل الموقع هذا خدمات راح يشوف كل المناقصات اللي موجوده ويمكن يعني يروح يستغل الفرصه ويجيب دفتر الاعباء ويروح يدير وربما هي مفتوحه ايضا حتى امام المسؤول
المسؤولين الاقتصاديين لاقتناس الفرص يعني اقتناس الشباب بافكارهم. بالاضافه لهذا الشيء حتى في الجانب تاع المرافقه احنا اليوم تم تكوين على مستوى الولائي يعني كل الولايات ما يسمى باللجنه الولائيه لترويج منتجات المؤسسات المصغره. نعم. هذه اللجنه راح يكون دورها خصيصا في العملية الاقتصادية وعملية الترويج للمؤسسات المصغرة. نقطة مهمة جدا هذه سيد بن عزوز، مسألة الترويج للمنتجات التي يعني هي نتاج المؤسسات المصغرة، حتى يعني وهذا هو أساس المرافقة، أنه أدعمك في الانطلاقة ولكن لا أتركك أثناء التعثر وأثناء المسار ككل. يعني على ذكر التعثر، وقبل ما نروح إلى إسهامات اللاناد في يعني محاولة إعادة إحياء المؤسسات المتعثرة، دعنا نتوقف مع أنيس. يعني بالعموم الصعوبات اللي عندك في الميدان ما هي؟ الصعوبات اللي عندي في الميدان، كاينين صعوبات في جميع الميدانات، يعني باش نقول لك سبيسيالمون في الميدان تاعي، مجميع خدمة فيها صعوبات. دونك حنا صعوبات اللي عندنا دي فوا سي صعوبات هنا هي سي تادير لي فون، باسكو علاش باش حنا نقيسوا شركات كبار. نعم. لازم لنا دي فون امبورطون، والكليون بير يخلصك توجور اون روتار، ما يعطيك او موان شهر شهرين تي بور انفستير 3 4 مليون دينار. نعم. سور اون كوموند دو دوكا كيما يقول لك حنا 3 4 مليون بور ان بيتيت اونتربريز سي ان فون درولمون تاع بالك 6 موا فوالا. دونك كيف تعاقب سيد بن عزيز؟ يعني في من خلال يعني هذا الانشغال تاع سي انيس. نعم. نعاودوا نذكروا بال يعني الجديد تاع الوكاله الوطنيه لدعم وتنميه المقاولاتيه، ما يسمى بقرض الاستغلال. هذا القرض موجه اساسا لهذه الشريحه من الشباب، مش متعثرين، ما نقولوش ما عندهم صعوبات، لكن يحتاجوا سيوله ماليه. مثلا هي موجهه لمؤسسات معينه، مثلا اللي عندها دفتر اعباء. يعني هو هذا القرض هذا يعني في 100 مليون سنتيم. القرض هذايا انه مثلا المؤسسه اللي عندها يعني دفتر اعباء نعاونوها يعني باش توفي بالالتزام تاعها. كذلك بالنسبه لما نتكلموا على الفلاحين، مثلا اللي عنده نقص في المواد الاوليه ولا الاسمده، يعني نعاونوه ب 100 مليون سنتيم هذايا يروح يشري بها المواد الاوليه. كذلك في بعض المؤسسات اللي عندها مشاكل في التجهيزات ولا اعطاب، هذا يعني هذا القرض راح يمكنها من اقتناء قطع الغيار، وباش يخليها يعني تستمر وتعمل يعني يعني تدوم في النشاط تاعها. جيد. يعني على ذكر كذلك سيد بن عزوز، اسباب التعثر الشائعه للمؤسسات اللي تكون يعني اما افلاس او حالات الوفاه، يعني انتم كيف تدرسون هذه الاسباب التعثر هذه وكل حاله يعني على حده، وكيف تقدمون او تقدرون الاعاده لاحقا؟ شكرا. فقط بالنسبه للمؤسسات المتعثره لابد نفرقوا بين نوعين. المؤسسات المتعثره اللي خلاص يعني ما نقدروش نعاودوا إحياءها، وكاين مؤسسات متعثره ظرفيا. نعم. يعني ناخذوا مثلا المؤسسات اللي توفى اصحابها، هذه مؤسسات اللي ما نقدروش يعني نعاودوا إحياءها، وبالتالي هناك في اطار جهاز الوكاله الوطنيه. نعم. لدعم وتنميه المقاولاتيه كاين هذا الاجراء، يعني راه المؤسسات مثلا المؤسسات اللي كانت ضحية يعني عوامل طبيعية، مثلا فيضانات. نعم. كوارث طبيعية. هادو ما راح الصندوق ضمان الكفالة المشتركة راح ياخذ على عاتقه عملية تعويض المؤسسات. هذا من جهة. كاين هناك مؤسسات اللي عندها مشاكل مثلا في السيولة المالية. نعم. اللي نذكر بلي احنا امضينا اتفاقية مع الشركاء تاعنا البنوك على اساس انه نعاودوا نديروا اعادة جدولة الديون. نعم. كذلك هذه الاتفاقية نذكر اللي انتهت في 31/12/2021 تم تجديدها مؤخرا،
وزدنا لها سنة حتى 31/12/2022، وبالتالي حتى الشباب اللي راه يعاني في هذه الصعوبات من هذا المنبر ندعوه أنه يتقدم كذلك لنا باش يعني نعاونوه في هذا المجال. جيد. سيد بن عزوز، بالنسبة لمسألة التمويل اليوم، يعني حتى هناك صيغ جديدة في التمويل في الجهاز الجديد. في الجهاز الجديد قلنا كاين هناك ثلاث انواع من التمويل، نختصرها في التمويل الذاتي، التمويل الثنائي، التمويل الثلاثي. التمويل الذاتي هو الشاب اللي يعني عنده الامكانيات، عنده امكانيات ماديه او عنده عتاد. نعم. يعني يجي يطلب فقط الامتيازات، مثلا الامتيازات الجبائيه، هذا مباشره ينخرط في الجهاز. كذلك التمويل الثنائي هو انه الشاب يعمل مناصفة مع جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولات على إنشاء المؤسسة، وهنا يعني المساهمة الشخصية راح تكون 50%. نذكر فقط بأنه في الجهاز القديم كانت المساهمة 75% للشاب، اليوم باش نشوفوا يعني المجهود اللي راه تبذلوا السلطات العموميه، وبالتالي اليوم اصبح 50%. نعم. وكذلك كاين النوع الثالث هو التمويل الثلاثي اللي يدخل فيه البنك ب 70% من قيمه القرض، والشاب اذا كان بطال يساهم 5%، واذا كان في حاله نشاط يساهم ب 15%. هذه هي الانواع الثلاثه تاع التمويل. كذلك بعد ما ينشئ المؤسسة وينجح فيها يمكن له أنه يوسع المؤسسة تاعه، وراح يستفاد من نفس الامتيازات ونفس القيمة المالية. جيد. أنيس، تفكر في التوسعة لاحقا والمجال مفتوح من لناد يعني تمويلا ومرافقة؟ يعني حدثنا بالعموم في النهاية عن أحلامك، مشاريعك، في ماذا تفكر في المستقبل؟ دونك أحلامي مشاريعي عندي إثنان، دونك هما توجور متعلقين بالبلاستيك. دونك هما حنايا حبينا نبروبوزيو دي زيدي انوفونت. ربما هناك رساله تود ان توجهها للشباب من امثالك؟ وي. دونك هي الرساله هي انه شغل في المارشي هذايا يفو توجور بروبوزي كيك شور دو نوفو، يعني ابورتي ان تريك جديد باش et moderne ثاني parce que السوق تاعنا هذا يافونسي رابيدمون. نعم، فيه تطورات سريعه يعني. فوالا، دونك يقدر على برودوي يخرج عام يكون اوبسوليت ينحيوه، ما يزيدش يبان في المارشي. دونك يفو توجور فوار لو مارشي ويفو با افوار بير ثاني. صحيح، لانه مجال يفو با افوار بير باسكو تو مارشي، يعني صحيح تو مارشي. يفو جوست فير لا كاليتي، والجزاء السوق عذراء يعني سيد بن عزيز. فوالا، يفو جوست فير لا كاليتي، وثاني il faut juste aller jusqu'au bout de l'idée تاعك. ماشي ان يؤمن بالفكره ويدافع عنها، ولانه مشروعه كما قلت. شوف بزاف ديجا نعرفهم يركل ما يكملوش حتى لافان تاع ليدي تاعهم، باسكو على سيكولوجيكمون في بالهم ليدي هذه ماش حيلحق لها، سي امبوسيبل نو. الوغ كو كاع لي زيدي يمشوا، باسكو انا لي جون اللي شفتهم نجحوا، شوف دي جون حبسوا، دي جون نجحوا لي جون حبسوا، سي دي جون كيف. نعم، سي جوست كو في الاراده فقط. سي جوست كو لي نجحوا امنوا بالايدي تاعهم وكملوا جوسكو بو. نعم. ولي ما نجحوش دمونك دو كونفيونس ان سوا يعاود يولي في الفلاغات. شكرا ليك انيس، وبالتوفيق. سيد بن عزوز، كلمه اخيره في عجاله. بارك الله فيك سيدتي. انا فقط نود نذكر بلي انه مصالح الوكاله الوطنيه لدعم وتنميه المقاولات هي متواجده على كل التراب الوطني. نعم. بفروعها بوكالتها، ان نطلب من الشباب انه يتقدم للوكاله، راح يوجد كل المرافقه، راح يوجد كل الدعم، وان شاء الله يعني نعملوا على تسهيل كل الصعوبات يعني وتشجيع وتذليل كل الصعوبات ان شاء الله. اشكرك جزيلا سيد مولود بن عزوز، مدير الوكاله الولائيه لدعم وتنميه المقاولاتيه البليده، وانيس عطله، صاحب مؤسسه مصغره لصناعه الادوات البلاستيكيه، على الحضور الكريم وعلى كل هذه التفاصيل. شكرا لكما. مشاهدينا الافاضل، الرياضه الجبليه تعد من المقومات السياحيه، من المقومات الاساسيه للسياحه الداخليه في بلادنا. نتابع هذا الروبورتاج. الاستغوار وممارسة الرياضات الجبلية هواية تستقطب شباب وشابات ولاية بجاية، شابات رائدة في هذا المجال.
غير مكترثات للتعرجات الخطيرة داخل الكهوف وبمنحدرات رأس كربون، اختارت ليليا وصديقاتها ممارسة رياضة الاستغوار في منطقة تعد من أجمل الوجهات السياحية الساحلية بالجزائر. الكاف كربون معروف في السدايك بقياس، يسعى للكوتين البحر، سكي في كي اسما جو اسما خدم لي زاكتيفيتي اسما داس الغاشي اسما اون مونتر لي زاكتيفيتي يخدم. من بعد ما درنا الماستر تاعنا لي اون ديكوفير سو كلوب ساعدنا باسكو سي ما يديروش غير الرياضه، يديروا ثاني ان فولي سيانتيفيك. نجيو نديروا دي زونترينمون هنا كيما يقول لك شاك فان سيمين هنا لي نديروا لي زونترينمون تاعنا، وكي تكون اون بروسبكسيون اون غروت ولا نروحوا نديروها. هي يعني هواية ما شاء الله. وسعيا منها لاكتشاف هذا العالم الغامض، استطاعت هاجر أن تكون أول امرأة تنزل عموديا داخل كهف يفوق عمقه 500 متر. كي تقول 500 متر ماشي تجي دخل وخرج، راكي تجوزي 24 ساعة تحت الأرض. داكور البرد على عيامة كليتي مرقدتي نجاو دي زيترونجي. Ils s'attendaient pas à voir le potentiel des jeunes algériens dans les sports de montagne parce que qui déjà fait rassemble mais quand je disais mais aussi développer les hawajado. Au contraire, ils s'attendaient pas à avoir ces compétences. Club تاعنا les femmes اللي راهم qui s'activent الداخل elles sont vraiment compétentes. Il est temps de les encourager parce que sincèrement عندنا un grand potentiel qui m'a قال لك الكوليك تاعي. Il est temps de كيفاش يقولوا exactement exactement باش يقدروا يكونوا ناس بالك exact. D'ailleurs في الكلب تاعنا كاين دي في كي انكادر لي جون اللي راهم جايين دو بارتو ماشي غير نوتر ولايه. كل بلدان البحر الابيض المتوسط اللي راهو يطلعوا على البحر المتوسط سواء في الجنوب ولا في الشمال يديروا ان ترافاي دو بريزونطاسيون تاع توت لي غروت كي اكزيست في بلادهم. اون اي اون تران دو بريباري سو ترافاي ولو ترافاي هذايا فيه ان ترافاي دو فون، معناتها كاين الموروث اللي كاين داخل لا غروت، لي تيب دو غروت، لوريزونتال، لو فيرتيكال، عندهم ان كوتي هيستوريك، عندهم ان كوتي توريستيك. وتبقى ولاية بجاية بطابعها الجغرافي المميز ومؤهلاتها السياحية الكبيرة مهدا للرياضات الجبلية وواحدة من أهم الوجهات السياحية التي تحتاج كثيرا من الدعم والاهتمام لاستقطاب المزيد من السياح. أهلا بالجميع. إذن في فضاء الجمعيات جبال الأطلس البوليدي تتحول إلى قبلة للرياضة والتنزه، جولات راجلة وسط الغابات تستهوي العائلات وهواة اكتشاف الطبيعة. للمزيد من التفاصيل أسعد باستقبال السيد أحمد شحمي رئيس جمعية المشاة الهواة لمدينة الورود. أهلا بك سيد شحمي، شكرا على قبول الدعوة. كما أسعد باستقبال السيدة سامية غماري مشاركة في تجربتها الأولى في رحلة الأطلس البوليدي. أهلا بك سيدة غماري وشكرا على قبول الدعوة. طيب أبدأ معك سيد شحمي رئيس جمعية المشاة الهواة لمدينة البوليدة، نتعرف بداية على هذه الجمعية أبرز أهدافها. جمعية، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. جمعية المشاة الهواة لمدينة الورود هي جمعية ثقافية سياحية رياضية، فكرنا لأن البليدة تسخر بجبل أو هو يسموه الأطلس البوليدي، اغتنمنا الفرصة للجبل والهواء الطلق والصحة، قلنا نديروا هذه الجمعية اللي ولدت في أوت 2020 راهي جديدة نعم. سبنا كذلك سورتو ابخي اون بوندون لو كوفيد كانت مشكله الصحه والناس كامل تجري على الصحه. نعم. قلنا بوركوا با وفي العالم كان لا سول شوز اللي يسمح بها هي الرياضه تلمش طبيعه الطبيعه الطبيعه, الطبيعة. لان حتى الرياضه اللي يسموها رياضه الفوتبول هو لو سبور روا و حبس. نعم. إلا الرياضات المش اللي كانت مسموحة للعالم بإسره. ألور إحنا اختمنا الفرصة ودرنا الجمعية هذا وبدينا من أهمها هي الخروج في الطبيعة ولو
لساعات لان 90% اللي معنا منخرطين هما عمال يعني يخدموا موظفين يعني يعيشون ستريس العمل ستريس العمل فالطبيعه والطبيعه هي الحل. جانا ثانيه هي الماكثه في البيت كذلك اليوم طويل هي في مع الاولاد درنا لها كذلك الجمعه اللي تخرج معنا زدنا فكرنا كذلك للمرضى المرضى السكري والضغط كذلك درنا لهم اون جورني وين يخرجوا معنا وكل هذا في ان ويكاند لان لي جورني الاخرى الناس يتخدم احنا درنا ما بين الجمعه والسبت الجمعه هي لهذو الناس اللي مرضى لي ديبيتون اي لي ديبيتونت اللي يخدموا بالسبت كاين ناس عندهم ليبرال يخدموا بالسبت الوغ كنا درنا لهم هذه الخرجه تاع الجمعه والسبت للناس اللي نجموا رياضيين شويه يبغوا يزيدوا يشوفوا الطبيعه احسن الطبيعه وما يزخر به جبل الاطرس البوليدي وكذلك عندنا شاك دو موا نزيدوا نخرجوا للولايات الاخرى وسميناها هذيك سميناها اكتشاف المناطق الاخرى من البوليده. جيد سيد شحمي يعني الطبعه الاولى لرحله الاطلس البوليدي هذه اللي يعني انطلقت فيها مؤخرا تحت شعار التخييم والمشي والتخييم والمشي لماذا التركيز على هذا الشعار؟ هو في الحقيقه لو تريك سي تان مو انجلي راه من زمان يعني كل هو سورتو سي بور دي ميليتير او الرحالات نعم لي ميليتير فون سا يمشوا يديروا التخييم ويعاودوا يجيب الوغ بار كونت حنا عندنا في جدودنا والرحاله واش يدير يقعد الماشيه تاعو ياكل هنا يدير الماشيه باسكو كاين الماكله يعني كاين العلف للماشيه وينتقل من مكان الى اخر فكرنا هذا التراك قلنا كاين كثير من لي روندونور اللي يحبوا يمشوا كثير شويه نعم وميم طون يباتوا في الغابه وهذه بعد بات في الغابه هذه تشوفوا بعد العشريه السوداء بعد هذا الضغط النفسي سيتي ان بو ديفيشي كما قالت اختي ساميه سيتي ايزيتون دو فير سا سورتو معايا مع النساء من بعد تتكلم معكم ساميه قلنا نباتوا في الغابه جبنا لي زوتوريزاسيون اديكوات مع هنا نوه الشبيبه الرياضه اللي عطاتني الدعم مديريه شباب الرياضه لمدينه البوليده يعني هي اللي عطاتني هذاك الدعم وزيد والامن والطمانينه والامن والطمانينه كانت تخاف انها تخرج الوغ درنا هذا وقلنا بوركوا با علاش خلوه يعني عندنا الاطلس البوليدي احنا درناه من الشرق عفوا من الغرب الى الشرق ونكملوه في حمام الوان بحمام معدني وندخلوا كامل للحمام بور كومبليز او بور نديروا هذيك لا ديتونت الوغ درناها مع الولايات اللي هما يعرفوا لا روندوني عندهم الحاضرات وعندنا كل الحاضرات اللي جاونا تاع الحاضرات وجاونا اللي محبي الطبيعه جاو معنا مشاو هذاك النهار. طيب نستكمل النقاش ضيفي الكريمين بعد متابعه نشره الاخبار من غرفه الانباء وزملاء من هناك. استمتعوا بهذه الجوله السياحيه مع اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما اقرب. Thank you.
استمتعتم بهذه الجولة السياحية مع اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. أهلا بكم مجددا مشاهدي الأفاضل. نستكمل النقاش حول الطبعة الأولى لرحلة الأطلس البوليدي التي تحمل شعار التخييم والمشي التخييم والمشي، ونستكمل حديثنا مع سيد أحمد شحمي رئيس جمعية المشاة الهواة لمدينة الورود البوليدة. سيد شحمي، الشعار الذي اتخذتموه تحت على خطى مجاهدين انطلقت هذه الطبعة، لماذا اخترتم هذه الفكرة بالذات؟ اولا تزامنا مع 8 ماي المجزر 8 ماي قلنا هذا التراك هو تكمله، ان مجاهدين في الحق واش كان يديروا، كانوا يمشوا في الليل والبتاتير يدو ساعه ويعاودوا يمشوا. قلنا اون فافوار هذو مجاهدين تاع الاطلس البوليدي كيف يمشوا. صحيح. الو قلنا احنا فن نمشوا ونمشوا ونباتوا التخيم نمشوا حتى الاطلس البوليدي كامل. وفي هذا الصدد قلنا ما ندخلوا بلاد الا بمواليها. هما فان كذلك كانوا هذاك الوقت يديروا المسبل هو اللي يمشيهم باسكو هو يعرف المنطقه. احنا في كل منطقه من حمدانيه الى بلديه بوعرفه نتلاقاو مع مجاهد. نعم. ونكرموه مع رئيس بلدية ونعاود كي نتحركوا تحركنا إلى بوعرفة كذلك بلدية بوعرفة كذلك تلاقينا مع مجاهد وتكلم عن المنطقة ودخلنا للشريعة كذلك في الدوزيام جور تتكلم لنا مع مجاهد ورئيس البلدية هو اللي يعطينا ذاك المفتاح وكذلك في آخر المطاف في حمام الوان. يعني هذا السلسلة خليناها باش نقولوا عصح نحن على خطى مجاهدين. سيدة سامية غماري، أنت مشاركة أنت عضوة في هذه الجمعية ولكن مشاركة لأول مرة في هذه التجربة، ما الانطباع الذي يعني ترسخ لديك وكما قال سيد شحمي على خطى مجاهدين، ما هي الأحاسيس التي شعرت بها؟ جوستومون أن عليها جاسيستيتو نهار الأول كي كرم في سيدي المدني كرم المجاهد و تحدثت معاه وقلت له واش كنت ديريتو، يعني شيء اللي بص هذيك اسئله وين اسئله كيف كابد اجدادنا، يعني قساوه الطبيعه ايسا ما بوزي، وقلت لازم نمشي معاهم نجرب نفهم واش حسيتي وكيفاش تكفلوا بكم انتم النساء في خلال هذه الرحله، كيفاش كنتوا كيفاش حسيتوا؟ لا انت الحق عائله وحده وكسرى ما حسيناش هذيك المشيتو، بصح حسيتي سورتو انا نمشي مع وحده كانت معنا هذه حياه ونقولها شوفي وين مشاو، يعني شوفي واش رانا صحينا وسيتي صح سيتي ان بو ديفيسيل بصح ولكن ممتع، الإحساس ممتع ممتع ممتع. جيد سيد شحمي، في كلمة أخيرة، هل لديكم مشاريع في المستقبل القريب في نفس الإطار الجمعية؟ نعم، على الأبواب جوان، يعني فاتح جوان هو يوم العالمي للطفولة. نعم. من هذا المنبر نقول لهم مرحبا بكم أخواتي البوليدية وما جوارها تيبازا والعاصمة والمدية في ألعاب المدينة لي جو دو لا فيل. نعم. هما ألعاب خاصة بالأطفال، منهم التروتينات لا بيسيكلات نعم. لا رولرز ولا كورد ولا مغال. والدعوة مفتوحة للجميع. أشكرك جزيلا سيد أحمد شحمي رئيس جمعية المشاة الهواة لمدينة البوليدة، أيضا السيدة سامية غماري المشاركة في التجربة الأولى في هذه الرحلة، موفقون في كل هذه التظاهرات وشكرا جزيلا لكم على الحضور. شكرا شكرا. مشاهدينا الأفاضل إلى فاصل نتواصل بعد.
أهلا بالجميع في الصحة. الجمعية الوطنية وين نلقى من حملة افتراضية إلى مبادرة حقيقية تسعى لتنظيم قوافل في كل ربوع الوطن من أجل مساعدة المرضى طبيا واجتماعيا؟ للمزيد من التفاصيل أسعد باستقبال الدكتورة ليلى شاطري، طبيبة مختصة في الصحة العمومية وعضوة في الجمعية الولائية البلمدية وين نلقى. أهلا بك دكتورة شاطري. أهلا بك، شكرا على الاستضافة. برك حبيت أن نصحح المعلومة. نعم. طبيبة شاطري ليلى، طبيبة عامة من المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالمدية وممثلة ولائية عن الجمعية الجزائرية للطب العام. جيد. سامجي. جيد. طيب، وأيضا أسعد باستقبال الدكتورة حورية بالليلي، طبيبة مختصة في الصحة العمومية وعضو أيضا بالجمعية الوطنية وين نلقى. أهلا بك سيدتي الفاضلة. صححت. تفضلي. نعم. أنا من المكتب الوطني تاع الجمعية الجزائرية للطب العام. للطب العام، جيد. أهلا بكما سادتي الأكارم. أبدأ معك دكتورة ليلى شاطري. نعم. بالتعريف وأجيز حول هذه الجمعية الوطنية وين نلقى التي بدأت كفكرة أو حملة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحولت إلى مبادرة حقيقية في الأرض الواقع. في الحقيقة الحملة الطبية اندرت بمشاركة ثلاثة جمعيات، جمعية وين نلقى. نعم. جمعية القلوب الرحيمة. قلوب الرحمة في حناشة، بلدية حناشة في تابعة لدائرة وامري في ولاية المدية، والمكتب الوطني الولائي لوين نلقى في المدية. والمكتب هناك الكثير من المرضى ما عندهمش وسائل للاتجاه لمراكز الصحة، خصوصا هذه المناطق النائية. احنا حبينا نروحوا المناطق النائية وين لاكسي ني با فاسيل بور لا سونتي. نعم. هذه هي الفكرة منين جاتنا. على هذا قلنا مادام قلنا الطب للجميع، الطب للجميع حتى للناس اللي ماشي قادرين، احنا اللي نروحوا لهم. طيب دكتورة بالليلي، يعني في كلمة وين نلقى، يعني من أين استقيتم هذا العنوان هذا وين نلقى؟ ويعني وكيف بدأ، كيف بدأ؟ تفضل. نقول لك صراحة، أنا الجمعية هذه تعاون نلقى هي اللي صديق، حنا درنا معاهم تعاوننا معاهم. من هذه تعاون نلقى ما ناش فيها لا انا لا دكتور شاطري. حنا الجمعيه المساعي تاعهم انهم هما مساعده المرضى، ولكن تتعاونون معهم. تتعاونون معهم، الهدف واحد هو مساعده المرضى. سي بور سا جا الكلمه تاع وين نلقى. نعم. يعني وين يلقى وقتاش، يعني وقتاش يوصل انضممتم الى هذه الجمعيه؟ لي سيرفيس ميديكو للمريض. نعم. راهم هنا. هذه ربما جاءت الانطلاقه تاع هذه الجمعيه. نذكر سادتي الاكارم انه يعني خلال فترة كورونا، أين يحتاج المواطن الجزائري وين يلقى الدواء، وين يلقى طبيب، وين يلقى في ظل الحجر اللي كنا نعانيه فيه. هذا هو وين نلقى طبيب، وين نلقى الأدوية. نعم. وين نلقى الماتيريال اللي لازم لله. من هذا الباب مفتوحة لجميع المرضى للمساعدات، عندهم عتاد، عندهم وأنتم يعني كأطباء في الميدان. نعم. يعني كيفاش تتنسقوا معاهم من أجل توفير هذه المساعدات على اختلاف أشكالها للمرضى؟ أنا في الحقيقة كيفاش بديت مع وين نلقى، بديت معهم في رمضان في حملة الختام. نعم. أنا كطبيبة عامة وكطبيبة عامة تابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية وايضا سامج كما لا ميديسين جينيرال، خدمنا مع بعض، جبنا اطفال ودنا لهم تطهير ختان في. نعم. في المستشفى خلال رمضان. والحمد لله يعني المديرية الصحة وحتى المدير المستشفى اللي نحييهم من هذا المنبر يعني كانوا استحسنوا الامر وساعدونا في هذا المجال. ثم تم تفاهمنا باش نديروا قافله بعد رمضان، وفعلا درنا قافله هذا السبت الماضي في 14. احكي لنا شويه على تفاصيلها دكتوره شاطري. وي التفاصيل تاعها، حنا دابيتود نديروا قوافل، حتى لا سامجي سبقنا ودرنا قوافل في ولايات ثانيه. هذه القافله وين درناها ما خرجناش حنا للمنازل، للمنازل درنا دي بوان فيكس، خدمنا في مدرستين.
دراستين ابتدائيتين بيان سور بالتنسيق مع مديريه الصحه وبالتنسيق ثاني مع السلطات المحليه اللي عاونونا وبلديات ثاني باسكو حنا سكونا في درنا دي بوين وين درنا لو تري تاع لي ميدسان جينيراليست درنا اون ليني دو ميدسان جينيراليست اللي يشوفوا المرضى واللي استقبلوا اكثر من 400 اكثر من 1000 تقريبا 1800 مريض شفناهم هذوما كانوا ديسباتشي على الميدسان جينيرال والطب المتخصص شفناهم كاطباء عامين وحنا وجهناهم للطب الخاص اللي كانوا اكثر من حوالي 13 تخصص وأطباء العامين كما قلنا واللي كانوا حاضرين كانوا حاضرين من جميع مستويات تاع الطاقم الصحي. نعم. حتى لي زيتيديون جاو، لي زيكستيرن، لي زانتيرن، لي ريزيدون، لي سبيسياليست، لي ميدسان جينيراليست، ليسونسيال، كنا شغل درنا كما أي نظام صحي يعمل ميدسان جينيرال بعد تلك تخصص. المهم كانوا البلديات تكفلوا بإحضار المرضى، كل بلدية عندها جمعيات جابت لنا المرضى اللي في المناطق النائية اللي يحتاجوا إلى الفحص الطبي جابوهم لنا في الحافلات يعني بالتداول، كانت أكثر من 11 بلدية ساهمت وجابت لنا المرضى في عين الماكل ولقينا يعني لقينا أون ديبيستي كالكو ديابيتيك اللي الناس اللي عندهم السكر لأول مرة ما على بالهمش، كاين اللي كانت عندهم لاتونسيون ما على بالهمش، كاين سوسبي دو كونسير دو سان تانيت باسكو كانت تخصص في أمراض الثدي معها تانيت لا ساج فام، كانت تانيت أمراض الصدر الحساسية سي سي، كاين دي كاد دو سي سي اللي كان نحتاجوا عمليات وكان وعدنا مدير الصحة تاع مدير الصحة بالمدية إذا كانوا هناك أطفال محتاجين الجراحة وممكن ناخذوهم أون شارج في لوبيتال دو ميديا، إن شاء الله راني خديت ديجا الأرقام تاعهم والهواتف باش نتصلوا بهم من بعد. جيد، وبالنسبة لكم دكتورة بليلي على مستوى بومرداس يعني هل كانت هناك قوافل يعني تصب في نفس هذه هذا الإطار؟ في كل ولاية تاع لاس أنجي وين كان هذه الجمعية كان مبادرة يا ديبيستاج بريفونسيون درنا في كل ولاية، وشنو الكبار كامل اللي درناهم؟ درناهم في مناطق نائية وحدة في ولاية تيزي وزو يعني في الجبل في واحد شهور في الدشره ونديروها واسمها الجامعه الصيفيه سميناها الجامعه الصيفيه ويجوا كاع لي ميدسان جينيراليست الاولانيه تاع تيزي وزو واحد 40 ولا 45 طبيب عام وكل طبيب عام دا معاه الماتيريال تاعو خاطر الطبيب العام كاين وين عنده اوبسيون يدير ليكوغرافي تشخيص الكونسير هادي دونك دينا لي زيكوغرافي دينا كاين اللي يديروا غير جينيكو الكثره يديروا طب الولاده تقاسمنا كاع في ثاني في المدارس في المدارس والمواطنين هما اللي سكنونا نعم. ما كاش اوتيل ما كاش الاخر ما كان والو يعني كان ترحيب من الاهالي ومرحبوا بينا طبعا وسكنونا ومن بعد في 2019 رحنا لتكوت اللي جايه في ولايه باتنا 95 كيلومتر فوق في على ولايه باتنا وثاني ما كاين اوتيل ما كاين المواطنين اللي كانوا تما السكان اللي كانوا تما ومساكن ماشي زعما محتاجين بيتونا في ديارهم وبتنا مع العائله تاعهم استاجر ما كاش مشكل اختلاط اجتماعي اختلاط طبي يعني يعني كلش حتى الجانب النفساني حتى الجانب النفسي حتى في هذه القافله كانت جانب نفساني كان عندنا دي بسيكولوج دي تليفونيست دي اخصائي تغذيه اللي حضرناهم معنا باش يتابعوا لي ديابيتيك ويجابوا لي لي زوبيز باسكو لوبيزيتي دو كاتيك مشكل تعتبر مرض العصر مرض يعني. مرض العصر وتكوت درنا مام سمحي لي طبيبه فتكوت درنا مام ديبيستاج تاع السيده والتهاب الكبد وفي تيزي وزو جانا واحد من فرنسا سي ان شيرشور وطبيب مختص بروفيسور و سي ان شيرشور نعم باحث في ميدان الطب وفي ميدان هذا التهاب الكبد جات ما دار تشخيصات دار تشخيصات ودرنا هضر عليها ومن بعد حنا اطباء عامون هضرنا على بزاف حوايج جمعناهم في الليل كاع جمعنا كاع المواطنين نعم. وهضرنا لهم يعني وغدوه من داك واش درنا درنا لي كونسلتاسيون لي صيب حاجه كاين تما تاع لي يسكنوا في هذيك الولايه تاع تيزي وزو نبعثوهم وين قريب
لوبيتال المستشفى تاع تيزي وسطو. والتركيز يعني على اهميه التشخيص المبكر للامراض حتى تتفاداو خصوصا في المناطق النائيه دكتوره شاطري. نعم اكيد باسكو في المناطق النائيه تملي نلقاو حالات متاخره لانهم ما عندهمش الوسائل الماديه او البشريه باش يوصلوا لمراكز التشخيص. هذا الشيء هذا من هذا المنطلق كما قلت لك من قبل، من هذا المنطلق اللي حنا فضلنا حنا اللي نخرجوا ليهم واليوم باش هما يجونا وما عندهمش الامكانيات حنا نخرجوا لهم بكل الامكانيات تاعنا. ونشكروا حتى تاع الاطباء خواص جابوا الماتيريال تاعهم وشاركوا في هذا القافله حتى كانت اون فارماسي وين مع جمعيه وين نلقى ابو دي فارماسي كل حنا اطباء جبنا اللي نعرفهم لي فارماسيان كاع شاركوا وجابوا ادويه ودينا اكثر من 800 وصفه مجانيه. نعم. سيغ بلاس يعني في عين المكان. الناس اللي ما عندهمش كارت شفاء باش يجيبوا دواء درنا لهم اعطينا لهم الدواء مجانا باش يعني ما نروحوش فور ريان دي تو. هذه لا بروميير ايتاب. لا دوزيام ايتاب اللي في هذه المرحله الثانيه اللي في هذه القافله نحن ماشي نروحوا نشخصوا ونحبسوا، نروحوا نشخصوا ونتابعوا الحالات. نتابعوا الحالات حنا مع الجمعيه تاع وين نلقى المحليه الولائيه تاع مديه وجمعيه تاع قلوب الرحمه تاع حناشه، خدينا كاع الارقام الهواتف تاعهم كل واحد على حسب الحاله تاعو ان شاء الله نعيطوا له اللي يحتاج رعايه وماشي قادر عليها. نعم. شوفوا الناس اللي محتاجين جو بريسيز. نعم. الانسان اللي محتاج ويسكن في في مناطق في المنطقه نائيه هذوك اللي راح نتصلوا بهم ان شاء الله. وكاين قلت لك ديجا اربعه اللي لازم نديروا لهم عمليه اطفال. نعم. عمليه نشوفوا ان شاء الله في مع مدير الصحه تما في المديه واللي ما نقدروش كاين مام طبيبه من الجزائر جات من العاصمه معنا في لاسامجي اخذت الارقام تاع الهواتف تاع المرضى باش تجيب لهم دي رونديفو او نيفو دي زوبيتو في المستشفيات في في الجزائر باش يكون تواصل. ما ندير ما نشخصوش ونحبسوا. صحيح. نشخصوا ونتبعوا. وربما ايضا التحدي امامكم دكتوره ليلى شاطري انه عامل الوقت مهم جدا في ايصالات أكيد. المساعدات وحتى في الوقوف على التشخيص المبكر للامراض. اكيد خصوصا اذا كان دي كونسير كما قلت لك من قبيله يا في لقاو الشخص وكاين لقاو دي نودول حبات في الوسام في الثدي هذوك ديجا وجهوهم داروا كاين ايكوغراف كانوا جابوا ايكوغراف معهم تاع داروا التشخيص درك هذوك هذوما لازم نتبعوهم نديروا لهم لاسيتوبوكسيون نديروا لهم واش لازم باش نحددوا اسكو مرض ثدي خبيث او حميد. من يساعد يقدم المساعدات مثلا اللي داخله في الجمعيه وانتم شاهدين على انه هذه المساعدات تصل الى المرضى والمحتاجين من يعني من اصحاب الامراض المزمنه او ما شابه ذلك؟ المسؤولين لي في الجمعيات. نعم. انا راني مسؤوله في جمعيه تاع سامجي في المديه. قلت لك خديت كاع الارقام تاعهم باش نتواصل مع المريض بحد ذاته اسكو. نعم. وصلته ولا ما وصلتوش. كاين ثاني الجمعيتين تنقلوا بالرحمه وين نلقى هذوما رانا متفاهمين معهم باش نعملوا مع بعض باش الحق المريض يوصل له والتشخيص اللي لقيناه ان شاء الله نتواصلوا وياخذ حقه. موافقين في هذه القوافل الطبيه والمجهودات الجباره دكتوره ليلى شاطري والدكتوره حوريه بليلي اشكركما جزيلا على كرم الحضور وعلى كل هذه التوضيحات. نعم شكرا. الى فاصل مشاهدينا نتواصل بعده.
بكم مجددا آخر محطة في هذا الصباح الحصاد الرياضي. نسرين شبوط حاضرة معي على المباشر. نسرين صباحك سعيد. صباحك سعيد الأخت. إذن مشاهدينا مستهل بالفن النبيل وفي إنجاز تاريخي تأهلت الملاكمتان الجزائريتان إيمان خليف وإشراق شايب إلى الدور النصف النهائي لبطولات العالم المقامة بإسطنبول التركية بعد فوزهما في منازلة ربع النهائي تواليا على اليونانية أولغا باباداتو بخمس نقاط لصفر في وزن 63 كيلوغرام والكورية شوا أوغان بخمسة لصفر، لتضمن بذلك الملاكمتان الجزائريتان الميدالية البرونزية على الأقل لأول مرة في تاريخ الملاكمة النسوية الجزائرية. لنستمع الآن مشاهدينا لما قالته إيمان خليف بعد تأهلها إلى نصف النهائي. السلام عليكم. كما على بالكم كاع ضمان ميداليه برونزيه في بطولات العالم للملاكمه النسويه. هذه الميداليه راهي ميداليه تاريخيه، اول مره في تاريخ الملاكمه النسويه. نقول لكم ان شاء الله مازال خير، وان شاء الله نجيبوا ميداليه ذهبيه لما لا، والتتويج باللقب العالمي. هذا اللقب نهديه كامل الشعب الجزائري وكل اللي سان خليف ايمان، اللي امن في خليف ايمان. أقل من شهر ونصف تفصلنا على انطلاق لعب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 من بين المنشآت الرياضية التي ستقام بها المنافسات المسبح الأولمبي الذي سيحتضن منافسات كرة الماء. روبورتاج بالمهدي بالمحل. مدينة وهران المعروفة بطابعها الرياضي والمشهورة بمرافقها في عدد من التخصصات تأتي لتعلن باعتبارها عاصمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط في الصيف المقبل، تأتي لتعلن عن جاهزية منشآت رياضية أخرى لاحتضان منافسة الكرة المائية. ويتعلق الأمر بالمسبح الأولمبي ذي الشهرة القارية والذي يتوسط الحديقة العمومية الواقعة في قلب وهران بالمدينة الجديدة، ليؤشر عن أكثر من 40 عاما من الوجود. هذا المسبح دشن في 1980، من بعد عاود خدموه اون 2004، تعاود كاع من جديد الآن، هذا طرازا كاع وهذا مسبح جديد. المسبح ذو المواصفات المطلوبة في المنافسات الدولية خضع لعملية تجديد شاملة مست كلا من حوض المسبح وغرف تغيير الملابس والمدرجات. المنشأة الرياضية التي تتسع ل 500 مقعد تعززت باحتياجات السير الحسن للتغطية الرياضية كغرفة مراقبة المنشطات والإسعافات الطبية وضمان المراسلات الإعلامية. عندنا دي لوكو لي سون ديستيني باغ اكزومبل لوكال اونتي دوباج، عندنا بور لانفيرميري، عندنا بور لا بريس، وعندنا لوكال تكنيك بور لا لو سكرتاري تكنيك تاع لا كومبيتيسيون موجودين في المسبح. نجم نقولوا بلي هذا المسبح قاعد تجدد كاملا، منهم لي فيستير، التهوئه، لاسيجري. الفضاء الذي كان له دور كبير في كسب العديد من الألقاب الوطنية والقارية يأتي افتتاحه لاستقبال الطبعة 19 للتظاهرة المتوسطية في صائفة 2022 في سياق يعيد الأمجاد في المجال الرياضي. شأنه في ذلك شأن التحفة المجاورة المتمثلة في قصر الرياضة الذي يحظى بأكبر نشاط وديناميكية في الرياضات الفردية والجماعية. في كرة اليد احتضنت قاعة تيشي بي بجاية العام على مدار 3 أيام المرحلة الثانية من دورة اللقب التي شهدت تنافسا كبيرا على المراتب الأولى، مع تقدم ملحوظ لوفاق عنتوتا الذي يتصدر ترتيب المجموعة قبل المرحلة الثالثة والأخيرة التي ستجرى بالقاعة البيضاوية بين 20 و22 ماي الجاري. وهيبة بالحوة. ملامح السباق نحو اللقب بدأت تتضح في الدورة الثانية من انطلاق البلاي أوف المنعقدة تواليا بمدينة تيشي البجاوية التي سخرت كل الإمكانيات لإنجاحها. وفاق عنتوتا وبمشوار دون خطأ يتصدر مؤقتا الترتيب بعشر نقاط بعد تحقيقه لفوزين أمام مولودية الجزائر وشبيبة الثورة. رانا في طريق صحيح حاليا، الحمد لله يعني لعبنا خمس مباريات، فزنا في الخمس مباريات، لكن يعني حسابيا مازال اللقب لم يحسم. الحمد لله يعني اللي وفقنا ربي وتحصلنا على 10 نقاط، لكن يعني الدوره الثالثه راح نحضروها ان شاء الله مباراه، خاصه المباراه الاولى اللي هي تكون يعني مفتاح ان شاء الله تاع بقيه المشوار.
برصيد 8 نقاط وبعد فوز بمباراتين أمام أمل شبيبة سكيكدا وشباب ميلا، استغل الملاحق مولودية الجزائر تعثر شباب بالرقي للانفراد بالمركز الثاني. الحمد لله في بداية الموسم هذه الأمور كانت تبان بعيدة المنال كما نقولوا، الآن الحمد لله معليش شوية رانا نتقدموا. التنافس على مقعد في البوديوم مفتوح على 4 فرق متقاربة في النقاط والترتيب، بالراقي باتنا البرج وعنبة مصيرها مرتبط بما ستقدمه من مردود في البلاي اوف الأخير. حاجة واحدة نشكرهم اللاعبين كثير كثير كثير، لأنه لاعبين يلعبوا بهذه الحرارة عندهم أكثر من 10 أشهر ما تخاضوش يعني أجر يعني والله هو حقهم، بارك الله فيهم. ما نظنش فريق يلعب على كرة اليد كما فريق هذا، فريق شاب عنده أكثر من 6 أو 7 لاعبين في أقل من 21 سنة مع لاعبين تاع خبرة. خروج مبكر من السباق لحامل اللقب والكأس أمل سكيكدا ولصاحب الكأس الممتازة شبيبة الثورة على أمل أن يعيد ترتيب الأوراق. والله النقص يعني هو نظن أنه ذهنيا أكثر شيء، تأطير تاع كما راكم تعرفوا فريق تاعي فريق يعني معظمه شباب، كانت الهزيمة الأولى ضد تعادل والهزيمة ضد مولودية كان أطر، ما قدرناش نخرجوا من هذا يعني من هذا كما نقولوا ما قدرناش نخرجوا منها بسرعة. الملاحظ في هذه الدورة هو التحكيم الذي كان عرضة لبعض الانتقادات بسبب أخطاء فنية خاصة في مباراة مولودية الجزائر ونادي ميلا ولقاء البرج وباتنا الذي انتهى بالتعادل، وعرف مشاركة 8 لاعبين من باتنا دون انتباه للحكام، ما حرم شباب البرج من ضربة جزاء كانت ستغير النتيجة. إذن في كرة القدم يواجه اليوم شبيبة القبائل على ميدانه شبيبة الثورة في مباراة متأخرة عن الجولة 22 ضمن الرابطة المحترفة لكرة القدم، حيث يطمح كل طرف من أجل الإفراد بالوصافة من جهة وتقليص الفارق عن الرائد شباب بالوزداد. إذن مشاهدينا بهذا الخبر نختم وإياكم الصباح الرياضي ونعود إلى الزميل عفاف. شكرا لك نسرين على هذه الإطلالة الرياضية، شكرا موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام في ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح على كرم الوفاء والمتابعة، يوم موفق للجميع.